جاسوس المخابرات العامة المصرية في الجيش الإسرائيلي خدع إسرائيل لفترة قبل ما يتم اكتشافه بغلطة ساذجة منه. فمين هو الجاسوس صاحب الملف باسم عملية الحقنة الشرجية؟ وإيه حكاية انضمامه للجيش الإسرائيلي ووصوله لدرجة ضابط في سلاح المدفعية؟ وإزاي جندته المخابرات المصرية لصالحها؟ وإزاي تم اكتشافه والقبض عليه من الموساد؟ وإيه اللي حصل بعد كده؟ وليه الملف بتاعه كان غامض جدا في نهايته؟ هنحاول نجاوب على كل الأسئلة دي وتفاصيل تانية أكيد هنعرفها في حلقة النهاردة، ونبدأ على بركة الله بعد الفاصل. الحكاية بدأت في سنة 1952 بملف سري وهام اتحط على مكتب رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي، وده جهاز مخابراتي مسؤول عن أمن إسرائيل الداخلي، حاجة كده زي جهاز الأمن الوطني في مصر حاليا. المهم انه كان على غلاف الملف ده شوية بيانات عبارة عن صورة جواز سفر باسم جابرييل زوسمان، وصورة واضحة لشاب كان لابس الزي الرسمي للجيش الإسرائيلي، وعلى جنب الصورة كده كان في معلومات مختصرة عن الشخص ده، والمعلومات دي كانت بتقول ان اتولد في ألمانيا سنة 1923، وانه هاجر لإسرائيل بعد إعلان دولتهم في سنة 1948، وعاش بالتحديد في مدينة عسقلان. ومن تحت وفي آخر الغلاف كان مكتوب سبب فتح الملف باختصار وفي جملة واحدة من أربع كلمات، وهي مشتبه فيه كمسيحي ألماني. وبعد سنين طويلة كتبت صحيفة هارتس الإسرائيلية بالتفصيل عن حكاية جاسوس عملية الحقنة الشرجية على حسب ما كانت بتتسمى في الشباك، وقالت الصحيفة إنهم ناقلين قصته من أرشيف الجهاز بعد ما أفرج أخيرا عن تفاصيلها، من أول مراقبته طول فترة سنين خداعه لإسرائيل لحد ما تم القبض عليه ومحاكمته. وسببت حكايته من يوم ما اتنشرت للعلن فضول كبير وجدل ما بين القراء والكتاب في الصحف الإسرائيلية وحتى الألمانية، وقدرت صحيفة هارتس تجيب تفاصيل مهمة شالت بيها كتير من الغموض في حكاية الجاسوس جابرييل زوسمان. والحكاية زي ما ذكرتها الصحيفة بالظبط بتقول انه راجل ألماني كان فرد في قوات الأمن الخاصة الألمانية، وانه بعد محرقة الهولوكوست الشهيرة عمل نفسه يهودي وركب سفينة متجهة لإسرائيل مع لاجئين يهود، واتقبض عليه في بداية الرحلة ولكن افرجوا عنه بعد كده. وتكمل الصحيفة كلامها وتقول انه بعد ما وصل لإسرائيل بفترة مش طويلة اتجند في الجيش ووصل لرتبة ضابط مدفعية، ولكن بعد فترة هرب من الخدمة واتجند لصالح المخابرات المصرية، بس اتكشف امره واتقبض عليه في عملية مشتركة لجهاز الشباك مع الموساد، واتحاكم واتسجن وبعدها اترحل من اسرائيل. دي كده كانت الخطوط العريضة لحكاية الراجل ده، بس خلونا بقى نلم الخيوط ونجيب قصة جابرييل من اولها في اسرائيل ونحاول نعرف تفاصيل اكتر عنها. طبعا صاحبنا اول ما وصل هناك كان حاله زي حال كل المهاجرين الجدد في فلسطين اللي خلوها بالغصب اسمها إسرائيل، وكانت أول خطوة بتتعامل مع المهاجرين دول هي تعليمهم اللغة العبرية في دورات مكثفة كانت بتتعامل في معاهد مخصصة للغرض ده، عشان يبقوا يخلوهم يقدروا يتعايشوا ويندمجوا بسرعة مع المجتمع الإسرائيلي. وكان وقتها أجهزة الأمن الداخلية هناك بتفتح ملفات تعريفية لكل مواطن بينضم جديد للكيان، وملف جابرييل التعريفي كان مكتوب فيه كلام منقول على لسانه، ان ابوه وامه يهود وماتوا في المخيمات في المانيا، وانه هرب بعدها من الجحيم هناك وهاجر للوطن الام اسرائيل، وبناء على كده وفي البداية صدقوا مسؤولين الامن. ولكن الحقيقة اللي ظهرت بعد كده كانت مختلفة تماما عن الكلام ده، عشان التحريات المؤكدة للشباك اثبتت انه اتولد في مدينة كونيغسبرغ او كالينجراد حاليا، ودي مقاطعة سوفيتية ما بين بولندا وليتوانيا، واكدت كمان التحريات انه الماني الاصل وكان طفل غير شرعي وفي صغره اتكفلت بيه عيلة تانية غير ابوه وامه، لحد ما في سنة 41 اتجند في الجيش الألماني وخدم في الجبهة الشرقية في قوات الأمن الخاصة، واتصاب أثناء الحرب العالمية الثانية واتاخد أسير من الجيش الأمريكي.
ولكن ومن حسن حظه أفرجوا عنه بعدها بفترة من غير محاكمة. وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ركب جابرييل سفينة مهاجرة لإسرائيل من مدينة مارسيليا، بس السفينة ما قدرتش توصل إسرائيل واتنقل الركاب اللي عليها لقبرص، وهناك انضم العصابات الهجانة اللي كانت النواهي الأولى للجيش الإسرائيلي بعد كده. وينجح أخيرا في سنة 48 في الخروج من قبرص ومنها على إسرائيل، اللي أول ما وصل ليها عاش في مستوطنة اسمها كريات نتافيم على بعد 30 كيلومتر شرق تل أبيب. وبعدها بفترة مش طويلة اتنقل لمستوطنة تانية بالقرب من مدينة عسقلان، وهناك بقى شاف أكل عيشه واشتغل أكتر من شغلانة لحد ما اتجند في الجيش الإسرائيلي وانضم القوات الاحتياط. أمال فين بقى الجاسوسية والخيانة في الحكاية لحد دلوقتي؟ أقول لك أنا اللي حصل يا سيدي، ان الشكوك بدأت تظهر في ملف جابرييل عند الشباك اعتبارا من سنة 1952، وده لما قرر يقدم طلب عشان يتنقل من قوات الاحتياط للجيش النظامي، فصدرت وقتها وثيقة من الشباك برفض طلبه لانه ما بينش اي حاجة عن دينه من يوم ما وصل لإسرائيل، وده كان سبب للقلق منه لدرجة ان الشباك فتح ليه ملف وبدأوا التحقيق في ماضيه كله. وفي نفس السنة كان تقرير الشباك عن ماضي جابرييل بيأكد ان مظهره وتصرفاته من يوم ما دخل اسرائيل كان باين اكتر انه مسيحي الماني مش يهودي. وفي مرة من المرات كان صاحبنا سكران مع اصحابه ووراهم صورة ليه وهو بلبس القوات الخاصة الالمانية، ولما سألوه اصحابه عن الصورة دي قال لهم انه كان متنكر من الالمان وقتها. وطبعا الكلام ده وصل للشباك ورجعوا الملف التعريفي اول ما دخل اسرائيل، اللي كان معرف نفسه فيه على انه يهودي الماني كان معتقل في معسكرات الهولوكوست. المهم ان الراجل ده وعند الشباك كانت تصرفاته كلها بتقول ان مش منتمي للمجتمع الاسرائيلي باي شكل من الاشكال، وكانوا شايفين انه عايش لوحده وملوش اي اصحاب ولا مهتم اصلا انه يكون ليه اصحاب. وكل ما كانت فترة مراقبته بالطول كل ما كانت الشبهات حواليه بتزيد، ولكن من غير دليل مؤكد عن حقيقة ديانته. وفي سنة 1953 زادت علامات الاستفهام في ملف جابرييل، وبعد الشكوك الكتيرة حوالين الملف ده اضطروا انهم يستعينوا بخبرات جهاز الموساد وبعتوا ليهم طلب تحت عنوان عاجل وسري بانهم عايزين تقرير شامل وكامل عن ماضي الراجل ده وخصوصا ديانته الحقيقيه. وفي شهر 7 سنه 1953 اتبعت طلب تاني من مسؤول في الشباك اسمه تشارلي، اللي طلب فتح تحقيق عاجل عن تفاصيل دخول جابرييل لاسرائيل ونشاطاته واحواله الشخصيه من يوم دخوله، عشان يكتشفوا في النهايه ان المعلومات عن الشخص ده كلها كانت متضاربه سواء في سجلات المهاجرين الجدد او في قسم الاستيعاب بالوكالة اليهودية. المهم انه في سنة 1954 وصل تقرير عاجل للموساد فيه معلومات مؤكدة عن فترة اختفى فيها جابرييل من اسرائيل كلها مرة واحدة وبدون اي مقدمات، بعد ما كان ساب معظم ممتلكاته وهدومه العسكرية، ولما رجعوا لورا في البحث عن سبب غيابه اتضح انه ساب اسرائيل واتجه على مصر عشان يعرض عليهم خدماته هناك في مقابل انهم يدوله جواز سفر مصري يقدر يدخل بيه المانيا. والتقرير اكد ان جابرييل وصل بالفعل للقاهرة وقدم معلومات مهمة وخطيرة عن الجيش الاسرائيلي، واللي كانت بالفعل معلومات تفصيلية عن مواقع وعدد الوحدات والمعدات العسكرية ومعلومات عن الكتائب الإسرائيلية والقيادات الكبيرة في جيش الدفاع. وطبعا الموساد اعتبر ان المعلومات دي خطيرة وسرية في معظمها وبتشكل خطر كبير على امن اسرائيل. ونكمل في تقرير الموساد اللي قال ان جابرييل رفض طلب من المصريين بدخول اسرائيل مرة تانية لانه طبعا كان خايف يتقبض عليه، وكان عارف انه تحت الشبهات في جهاز الشباك واكيد مش هيسيبوه لو رجع. وفعلا بعد فترة مش طويلة رجع جابرييل على المانيا بدل اسرائيل. وعن سبب رجوعه لالمانيا قال التقرير ان صاحبنا لما كان عايش في عسقلان كان في جيران ليه اسرة مكونة من زوج يهودي الماني وزوجته الالمانية برضه ولكن كانت مسيحية مش يهودية،
والأسرة دي كانت بتعامل جابرييل على إنه ابن ليهم، لحد ما اكتشف الزوج العلاقة العاطفية والجنسية ما بين مراته جابرييل وخيانتهم ليه، عشان تسافر بعدها الزوجة على ألمانيا وتطفش بالبلد كده من إسرائيل كلها. ولكن بعد فترة اشتاق ليها صاحبنا، فقرر انه يسافر هو كمان وراها، بس طبعا ما كانش معاه اي وثيقة للسفر غير جواز السفر الاسرائيلي اللي طبعا ممنوع من دخول المانيا وقتها. فساعتها بقى اضطر انه يقدم معلومات سرية عن اسرائيل للمخابرات المصرية في مقابل انهم يقدموا له جواز سفر مصري يسافر بيه على المانيا. وبالفعل سافر وقابل عشيقته، ولكن ومن غير قصد منه عمل غلطة ساذجة كانت سبب في القبض عليه. وده يوم لما حكى ليها عن معاناته في سفره لألمانيا عشان خاطرها، وقال لها انه اضطر يتعامل مع المخابرات المصرية كجاسوس ليهم، واداهم معلومات مهمة عن اسرائيل عشان بس يقدر يجيب منهم جواز سفر يساعدوا انه يشوفها ويرجع تاني لحضنها. بس اللي ما كانش يعرفه بقى صاحبنا ان عشيقته الألمانية الاصل والمسيحية الديانة كان عندها ولاء كبير لإسرائيل بالرغم من انها سابتها، لدرجة انها بلغت جوزها اليهودي في عسقلان عن خيانة جابرييل، جوزها اللي كانت سايباه بعد خيانتها ليه مع صاحبنا لو تفتكروا، اللي هو يعني مفيش ولاء بعد كده لإسرائيل. المهم انها حكت لجوزها ده على كل كلام جابرييل ليها وطلبت منه يبلغ الجهات الامنية هناك. وطبعا بعد ما وصل البلاغ لاجهزة الامن اتأكد الموساد والشباك من كل شكوكهم، ومن المعلومات اللي كانت في التقارير الامنية عنه، واعلن الجهازين عن عملية مشتركة ما بينهم للقبض عليه، وسموا العملية دي باسم عملية الحقنة الشرجية. وده لانهم كانوا ناويين ان عقاب جابرييل بعد القبض عليه وقبل ما يتم سجنه يكون بانه يتحقن بحقنة شرجية فيها زيت مغلي، عشان يكون عبرة لكل جاسوس خاين من افراد الجيش الاسرائيلي. وده الكلام اللي قاله بعدها بفترة طويلة واحد من مسؤولين الموساد اسمه شامويل موريا في كتاب الجواسيس المشهور للكتاب يوسي ميلمان وإيتان هابر. وقال الشباك في تقريره عن عملية القبض على جابرييل انه اتغرر بيه من المخابرات المصرية عشان يسافر اسرائيل تاني ويجمع لهم معلومات، وان المصريين ادوله كاميرا ومبلغ 200 دولار كدفعة اولى عشان يبقى يصور اماكن عسكرية حددوها ليه بالاسم في اسرائيل. ولكن اتقبض عليه اول ما نزل في مطار الليد في سنة 1956، وثبتت ادانته في المحكمة بتهمة انه استغل ثقة السلطات العسكرية والاهالي فيه عشان يصور معلومات حساسة وسرية ونقلها للعدو، واتحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنين. وده بعد ما القاضي رأف بحالته وخفف عقوبته بحجة انه كان في لحظة ضعف بسبب الحب لعشيقته. وقالت صحيفة هارتس ان رئيس جهاز الشباك وقتها عموس مينور اعترض على حكم المحكمة المخفف في قضية جابرييل، وقال ان النوع ده من الجواسيس محاكمته بتعمل ضجة في الداخل والخارج، والمفروض انه ياخد حكم مشدد عشان يكون عبرة لغيره. وكان تقرير جهاز الشباك النهائي عن العملية قال ان جابرييل اجنبي دخل اسرائيل تحت ستار يهودي عشان يتعلم ويتعايش فيها، واستغل وجوده في البلد لتخريبها. واتقفل ملف جابرييل زوسمان، ولسه في علامات استفهام اكيد في الملف ده، اهمها من وجهة نظري غموض الجزء الخاص بالمخابرات المصرية في الملف، وقلة التفاصيل عن اللي عمله جابرييل في مصر والفترة اللي قضاها فيها. بس عموما اتعودنا خلاص في اغلب قصص الجاسوسية ان مفيش معلومة بتوصلنا كاملة، ولا في ملف بيكشف عنه اي جهاز مخابرات في العالم بيطلع للنور بكل تفاصيله الدقيقة، واللي دايما بيوصل لنا هو اللي بس اجهزة المخابرات عايزاه يوصل لينا. واكيد طبعا كل كلمة اتنشرت في صحيفة هارتس الاسرائيلية بعد كشف الموساد عن القضية تمت باشراف كامل من الاجهزة الامنية اللي كشفت عن القضية وطلعتها للناس عن طريق الصحيفة. واخيرا وبعد ما قضى جابرييل فترة عقوبته في السجن تم ترحيله من اسرائيل عشان يختفي تماما بعدها ومحدش عرف عنه اي حاجة،
ولا نعرف قضى باقي حياته فين بعد كده. والاغلب طبعا انه دلوقتي في عداد الاموات بحكم يعني انه من مواليد سنة 1923. بس عموما لو كان عايش النهاردة هيكون عمره بالظبط 100 سنة. وخلص الكلام اللي اعلنته اسرائيل عن حكاية الجاسوس ده من غير اي زيادة او نقصان. بس الحقيقة كاملة اكيد هتبقى عند الموساد وكمان عند المخابرات المصرية. برج القاهرة بأسراره المستخبية ما بين جدرانه، أسرار بتحكي قصة أول مهمة للمخابرات العامة المصرية. والنهاردة هنستكشف مع بعض أسرار حكاية برج القاهرة وإيه علاقته بتشكيل المخابرات الأول، وهنعرف مع بعض إجابات كل الأسئلة اللي بتدور حوالين البرج. اتبنى إزاي وليه؟ ومين هو حسن التهامي وإيه دوره في الحكاية؟ وإيه علاقته بضابط المخابرات الأمريكي مايلز كوبلن؟ وإيه علاقة المخابرات الأمريكية أصلاً بالحكاية؟ وهل يا ترى فعلاً البرج ده اتبنى كرد من جمال عبد الناصر لرشوة من المخابرات الأمريكية؟ كل ده وأكتر هنعرفه في حلقة النهاردة. وزي ما عودناكم دايماً كلامنا كله بيكون مبني على مصادر موثوقة وحقائق تاريخية من غير تزييف أو إضافة لأحداث وهمية. ويلا بينا نبدأ الحكاية من أولها من غير ما نرغي كتير. القصة بتفاصيلها كلها حكاها اللواء عادل شاهين وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، وقال فيها بشكل مباشر إن برج القاهرة كان هو العملية الأولى لجهاز المخابرات المصري، وإنه كان رد من جمال عبد الناصر لرفض الرشوة اللي اتدفعت له من جهاز المخابرات الأمريكي، واللي كان سببها واضح جدا وهو التأثير عليه عشان يتراجع عن موقفه المؤيد للجزائر في ثورتها ضد الاحتلال الفرنسي. واللواء شاهين في كتابه برج القاهرة أول مهمة قومية للمخابرات العامة المصرية حكى تفاصيل بناء البرج من أولها، وحكى كمان قصة تكوين جهاز المخابرات المصري وأول مهمة يقوم بيها الجهاز ده متمثلة في برج القاهرة، وحكى الصعوبات اللي واجهتهم وإزاي حددوا مكانه وإزاي اختاروا فريق العمل عليه. والحكاية بدأت كلها بأمر من جمال عبد الناصر للسيد زكريا محي الدين عشان يكون جهاز مخابرات مصري. وكان التكوين ده بشكل مبدئي عبارة عن مجموعة من ضباط المباحث واللي كانوا كلهم شغالين في القسم السياسي ومعروفين بخبراتهم في فهم ومتابعة الأنشطة السياسية المختلفة. وبعد كده انضم للمجموعة دي مجموعة من ضباط الجيش المميزين، والمجموعة دي كلها مثلت المخابرات المصرية بقيادة زكريا محي الدين. وكان التنظيم ماشي بطريقة مثالية متفقة مع وضع مصر وظروفها السياسية والاجتماعية وقتها. والتنظيم ده بقى رسمي بقرار جمهوري سنة 1954 وبقى ليهم قانون المخابرات المصرية. ومصر في الوقت ده كانت في قمة مجدها الثوري عربيا وأفريقيا، وكانت الدول المحيطة بيها شايفين في الثورة المصرية نموذج محفز ليهم، وكانت مصر داعمة ليهم وخصوصا للجزائر في ثورتها ضد الاحتلال. وده طبعا كان مصدر قلق وإزعاج للغرب وخصوصا فرنسا اللي كانت الثورة ضدها. والدول الاستعمارية عموما وقتها كانت مستعدة تعمل أي حاجة عشان توقف المد الثوري اللي بدأ من مصر وانتشر واللي كان طبعا ضد مصالحها الاستعمارية. وهنا ظهر الدور الأمريكي في وقف دور مصر القومي في المنطقة، واستخدموا كل الطرق المشروعة وغير المشروعة كمان عشان يوقفوا مصر. وبدأت الإغراءات تتقدم لمصر بالدعم المادي والاقتصادي في العلن، وكان في الخفاء بيتم الترتيب لانقلابات جوه النظام في مصر، بل وصل بيهم إنهم يرتبوا لاغتيال عبد الناصر بنفسه. ولكن في التفاصيل اللي هنعرفها دلوقتي هنشوف فشلهم في كل محاولاتهم دي. في سنة 1955 استلم الرئيس جمال عبد الناصر تقرير من مستشاره حسن التهامي عن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة بناء على دعوة من السفير الأمريكي عشان يقابل مجموعة من الشخصيات السياسية المهمة في واشنطن. وبعد ما رجع حسن التهامي راح زيارة لعبد الناصر في بيته في منشية البكري وناقشوا مع بعض التقرير عن الزيارة دي. وكان التقرير باختصار كده بيقول إن أمريكا شايفة في الرئيس عبد الناصر زعيم مخلص لدولته وصداقته شرف ليهم، ولكن في نفس الوقت كانوا شايفين من الضروري إنه يكسب علاقات أحسن مع دول الغرب ويتنازل شوية عن مواقفه الداعمة للدول العربية عشان مصلحة مصر. وبعد ما الرئيس خلص قراية التقرير قال للتهامي إن أمريكا بتحاول تفرض سيطرتها على سياسة مصر الخارجية في مقابل تقديم الدعم الاقتصادي اللي مصر محتاجاه، وقال له كمان إن واضح إن دعم مصر للجزائر مش عاجبهم وخايفين إن حركة الثورة تنتشر في المغرب كمان.
وفي النهاية قال الرئيس للتهامي: الزيارة دي كانت مفيدة ووضحت لنا جزء من تفكير الأمريكان ونواياهم تجاهنا، وأنا شايف يا حسن إنك تستمر في اتصالك معاهم وزياراتك ليهم عشان نفهم أكتر هم عايزين مننا إيه. وخرج التهامي من بيت الرئيس جمال عبد الناصر وهو ناوي يستغل أي فرصة عشان يقابل السياسيين الأمريكان، يمكن يقدر يحدد خطتهم تجاه مصر زي ما الرئيس وصاه. ومعداش وقت طويل ولقى حسن التهامي دعوة من مستشار السفير الأمريكي في القاهرة عشان يحضر حفلة استقبال في بيت السفير، وطبعا وافق حسن على طول وقرر إنه يستغل الفرصة. وراح حسن التهامي للحفلة ولقى هناك أعضاء من مجلس الكونجرس الأمريكي وكمان مجموعة من الصحفيين والإعلاميين وكبار الشخصيات المصرية. وخلال الحفلة حضر واحد من كبار ضباط المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط وهو مايلز كوبلن. وبعد المجاملات الرسمية مع التهامي عزموا على مشروب وبدأ بينهم حوار ودي لأنهم كانوا على سابق معرفة ببعض. واتكلم كوبلن مع التهامي وسألوا عن زيارته الأخيرة لأمريكا، وقال للتهامي إنها كانت زيارة إيجابية جدا وإنه قدر يلمس تفاهم السياسيين الأمريكان لدور مصر في المحيط العربي والأفريقي، وقال إنه حاسس كمان إنهم عايزين مصر تتقفل على نفسها، وده طبعا مش مناسب أبدا لدور مصر وحضورها العربي والأفريقي اللي يعتبر جزء مهم جدا من سياستها الخارجية. وهنا قال له كوبلن إن أمريكا شايفة دور مصر ونشاطها في تقوية علاقاتها مع دول أفريقيا، وإن الدور ده ما يقلقش أبدا أمريكا ولا الغرب، وإنهم شايفين إن مصر كل ما هتكون قوية كل ما هتكون ليها مكانة في الشرق الأوسط، وبالتالي علاقة أمريكا بيها هتكون مفيدة. فرد التهامي كان إن مصر ما عندهاش مشكلة تكون ليها علاقة بدول الغرب طالما ده مش هيمس سيادة مصر وأمنها القومي. وبعد كلام التهامي ده انسحب كوبلن من الحوار بذوق وقال له إنه اتشرف بالصدفة دي وإنه مستني يشوفه تاني. وتاني يوم على طول كان التهامي في بيت عبد الناصر للمرة التانية بيديله تقرير مفصل عن المقابلة دي. ووقتها الرئيس وصاه نفس وصية المرة اللي فاتت بإنه يقرب من السياسيين الأمريكان على قد ما يقدر. وبعد اللقاء ده بيومين كان التهامي في بيته وجات له مكالمة من مايلز كوبلن بيطلب منه مقابلته في فندق سمرميس عشان يناقشوا في حاجة مهمة جدا، وعرفوا رقم الجناح اللي هيستناه فيه وطلب منه ان المقابلة دي تبقى سرية وان محدش يحضرها او يعرف بيها غيرهم. ولما المكالمة انتهت قعد التهامي يفكر في سبب المقابلة دي وليه هي سرية وليه محدش يحضرها غيره. يا ترى هل بيرتبوا الانقلاب على الرئيس مثلا، ولا هيكون في مكيدة للتهامي نفسه، ولا في ايه بالظبط؟ ويقول لنفسه طب لو الموضوع مهم كده ليه ما يتمش في مقابلة رسمية في السفارة مثلا. وبعد تفكير كتير قرر التهامي يبلغ حد من زمايله في مجلس قيادة الثورة عشان لو حصل له حاجة، واتصل بزكريا محي الدين عرفه بالموضوع وطلب منه ما يعملش اي تصرف لحد ما يعرفوا المقابلة دي وراها ايه. وفي المعاد راح التهامي لفندق سمرميس ودخل وطلع الجناح اللي اتفقوا عليه، وهناك استقبله كوبلن بمنتهى الترحاب. ويبدأ كوبلن كلامه لحسن بأن أمريكا بتحاول تحافظ على علاقة قوية بمصر وأن الكونجرس الأمريكي شايف كده كمان، وأنهم قرروا يقدموا دعم مادي للدول الصديقة ليهم واللي من ضمنها طبعا مصر. وقال انهم محبوش ان ده يتم بشكل رسمي في السفارة، وانه اختار التهامي عشان يوصل الدعم ده للرئيس عبد الناصر كرمز للصداقة والتعاون ما بين امريكا ومصر، وقال ان امريكا مستعدة تقدم اي خدمة مصر تحتاجها في المستقبل. ويخلص كوبلن الكلام ده ويسكت شوية عشان بعدها يستأذن من التهامي انه هيجيب حاجة، فقام ودخل لغرفة النوم ورجع لحسن ومعاه شنطة فتحها قدامه وكانت مليانة فلوس. وبعد شوية تردد استلم التهامي الشنطة بالفعل بعد ما شكره ووعده ان هو هيسلمها بنفسه لجمال عبد الناصر. وهنا طبعا لازم نقف ونفكر لو الموضوع فعلا دعم مادي زي ما بيقولوا ورمز للتعاون والكلام ده كله، ليه ما تمش بشكل رسمي من خلال السفارة عشان نبعد عنه شبهة الرشوة؟ وليه الموضوع تم بشكل سري ومحدش عارفه وبطريقة هتفتح باب للشك والكلام الكتير؟ المهم ان التهامي ركب عربيته ومعاه الشنطة ودماغه عمالة تودي وتجيب. هل كان صح ان هو ياخد الشنطة؟ هل عبد الناصر هيتضايق ويفقد الثقة فيه؟ هل هيلومه ولا هيقدمه لمحاكمة عسكرية؟ اسئلة كتير دارت في عقل التهامي لحد ما وصل البيت ودخل قطه وحط الشنطة ونبه على البيت كله انها مستندات مهمة ومحدش يلمسها. وبمجرد ما النهار طلع اتصل بمكتب علي صبري وقال له ان هو عايز يقابل الرئيس جمال عبد الناصر ضروري ولو لخمس دقايق.
ووعدوا علي صبري انه هيبلغ عبد الناصر فورا، واستنى التهامي اتصال من مكتب الرئيس عشان يقدر يقابله. وبعد فترة مش طويلة اتحدد ميعاد لمقابلة حسن التهامي، وكان في مكتب الرئيس على ميعاده بالظبط. ويدخل علي صبري لمقابلة جمال عبد الناصر ويرحب بيه الرئيس، ولما سأله عن الشنطة اللي في ايده بهزار يقول له دي قنبلة الاغتيال دي ولا ايه؟ فيقول له ان الشنطة دي فيها مليون دولار استلمهم من مايلز كوبلن على انها هدية لدعم اقتصاد البلد، وانه قال ان المبلغ ده ما اتبعتش لمصر بس ولكن لكل الدول الصديقة الامريكا. فكان رد عبد الناصر بعد ما ملامح وشه اتغيرت تماما، بس دي مش هدية يا حسن، دي فعلا قنبلة لاغتيالي، بس مش اغتيالي بالقتل، دول بيحاولوا يغتالوا ذمتي ويغتالوني معنويا، ولا انتوا شايفين ايه؟ وافق التهامي وعلي صبري على كلام الرئيس، وبعد دقايق خرج صبري وساب التهامي مع عبد الناصر لوحدهم. فيقول له عبد الناصر اقفل الشنطة دي يا حسن وخليها عندك لحد ما نلاقي تصرف نرد بيه على بجاحة المخابرات الامريكية، والفلوس دي زي ما دخلت مكتبي تخرج منه، واقعد مع زكريا محي الدين وشوفوا هنتصرف ازاي في الفلوس دي، وعايزين رد ما يتنسيش، وعاوز ده يتم في ظرف اسبوعين من دلوقتي. الامريكان بيحاولوا يرشونا عشان نوقف دعمنا للجزائر ولحركات التحرر في افريقيا، بس لا، ده عشان ابليس في الجنة. وخرج التهامي من عند الرئيس ومعاه الشنطة، وحس انه ارتاح لان الرئيس ما خدش اي اجراء ضده، ويقرر انه يخبي الشنطة عند يسري الجزار عشان هو بيسافر كتير وما بيقعدش، ومش هتكون ابدا امان في بيته. ورتب مقابلة مع زكريا محي الدين وبلغه بقصة الشنطة دي وباللي الرئيس طلبه منه، وقال له انه معاهم اسبوعين بس عشان يشتغلوا على الموضوع ده. وفي الاخر عرفه انه خبى الشنطة عند ضابط المخابرات يسري الجزار، وكان زكريا محي الدين ما عندهوش مانع في كده. وعدت الايام والاسابيع والتهامي ما طلبش الشنطة من الجزار. وقتها الجزار خاف والشك دخل دماغه، فيقرر يفتح الشنطة، واول ما عمل كده اتصدم لما لقاها مليانة دولارات امريكية، واتصل على طول بالتهامي وسأله عن المصيبة اللي سايبها عنده، فيطمنه التهامي ويقول له انه خلال كام يوم كده هياخدها منه وهيفهمه كل حاجة. وعدى يومين وكان الجزار فيهم هيتجنن من القلق على الفلوس اللي معاه والحيرة من سبب وجودها معاه اصلا، وما قطعش الحيرة دي غير تليفون من التهامي بيطلب منه انه يقابله في مبنى المخابرات العامة. وبالفعل راح الجزار على معاده، وبدأ اجتماع مغلق ما بين حسن التهامي وزكريا محي الدين ويسري الجزار، وساعتها حكوا للجزار قصة الشنطة عشان يهدى ويرتاح من ناحية الموضوع، وتحمس جدا انه يبدأ في تنفيذ المهمة اللي الرئيس طالبها. وفي خلال الاجتماع ده كانت كل الاقتراحات عن انهم يستخدموا الفلوس دي ويبنوا بيها مبنى كبير يفضل شاهد على فشل الامريكان في رشوة الرئيس عبد الناصر، وقالوا كمان انهم ممكن يعملوا مساكن او مدارس او مجموعة كباري او حتى توسيع طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي مثلا، ولكن في النهاية استقروا على انهم هيستخدموا الفلوس دي في بناء مبنى هيفضل شاهد على اعتزاز المصريين بكرامتهم وعلى ان كرامة مصر في اي مصالح شخصية. وهنا النقاش بدأ في هوية المبنى ده هتكون ايه؟ هل هيعملوه فندق ولا مركز سياحي مثلا؟ وبعد نقاش طويل قرروا ان هو هيكون برج، وهيسموه برج القاهرة. وبعد ما استقر رأيهم على كده يعرضوا اقتراحهم على جمال عبد الناصر ويوافق عليه، عشان يبدأوا فورا في مرحلة التخطيط للمشروع، واللي كان اولها طبعا اختيار المكان المناسب ليه. وتكلف التهامي والجزار بمهمة البحث عن مكان مناسب للبرج، وبدأوا فورا في حصر الأماكن اللي ممكن البرج يتبني فيها. الجزار ساعتها حس انه مش فاهم اي حاجة وان ده مش تخصصه اصلا، فقرر انه يستشير صديق ليه وهو مهندس زراعي كان مسؤول عن تنمية الحدائق في منطقة الزمالك، وسأله هل نعمله مثلا قريب من الأهرامات ولا ناحية قلعة صلاح الدين ولا على النيل. وكان الجزار فعلا محتار ومش عارف يعمل ايه، فصاحبه قال له ان في مكان احسن بكتير من كل اللي اقترحه ده، والمكان ده في الزمالك وفي منطقة سياحية وقريب من فنادق القاهرة اللي على النيل. والاجابة دي طردت الحيرة فورا من دماغ الجزار، وقرر يدرس المنطقة وفعلا لقى المكان المناسب جدا. وبالليل اتصل بالتهامي وبلغه بالمكان في جزيرة الزمالك، ووافقوا التهامي على اختيار المكان، وتاني يوم قابلوا زكريا محي الدين وبلغوه باللي اتفقوا عليه وهو كمان وافقهم، والاقتراح بعدها اتعرض على الرئيس جمال عبد الناصر ورحب بيه جدا. ولكن لما تواصلوا مع أساتذة العمارة قالوا لهم ان في مشكلة في المكان اللي هيتعمل فيه البرج بسبب طبيعة التربة في المنطقة،
ووقتها زادت حيرة الجميع. بس لما يسري الجزار زادت حيرته خرج يتمشى في منطقة باب اللو عشان يفكر في هدوء ويدرس الموضوع أكتر، فشاف عمارة لسه بتتبني جديد وكانت عالية جدا ولقاها متأسسة بطريقة هندسية أبهرته. فطبعا يسأل عن المهندس اللي صممها ومن هنا عرف اسم نعوم شبيب وقرر فعلا انه يروح له. اتكلم الجزار مع شبيب في تفاصيل المبنى وقال له انه هيعمل دراسة فنية للمكان ولشكل المبنى النهائي، واتكلم معاه الجزار في المشكلة اللي واجهوها واللي كانت مشكلة في التربة بسبب الطمي والمياه الجوفية. وبدأ شبيب يفكر ويعمل تجربته على قطعة صلصال عشان يعرف يوصل لحل، وكل ده ويسري الجزار قاعد بيتفرج عليه وهو طبعا مش فاهم اي حاجة. وفجأة صرخ شبيب وقال هنقدر نعملها. ولما عرف شبيب ان هما لسه مستقروش على شكل التصميم اقترح عليهم ان التصميم يكون على شكل زهرة اللوتس عشان يبقى اقرب للاشكال اللي في المعابد والمقابر الفرعونية. المهندس نعوم شبيب اشتغل على شوية خطوات ومنها انه بدأ بتحديد المكان وحدد كمان المساحة اللي هيتعمل عليها المنشآت المحيطة بالبرج والسور اللي هيحاوط كل ده، وعرفهم كمية الاسمنت اللي هيحتاجوا يوردوها والوقت اللي هياخده في البناء واللي كان متوقع انه يكون من 3 لـ4 سنين. وقرر في النهاية ان اساسات المبنى هتبقى من الجرانيت الاسواني وانهم لازم يبعتوا يجيبوه من اسوان لانه ده بس النوع اللي هيقدروا يبنوا عليه البرج في حالة التربة الموجودة. وبدأوا في البناء وكان معاهم لجنة من المهندسين تحت اشراف قائد سلاح المهندسين العسكريين في الجيش، وكان بيزور الموقع من وقت للتاني زكريا محي الدين عشان يتابع الشغل على المبنى. وفي سنة 1956 اعلن جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، وقتها غضبت بريطانيا وفرنسا والاحداث بدأت تتحرك بسرعة رهيبة ناحية الحرب. وفعلا وقف الشغل تماما على البرج ودخلت البلد في حالة حرب بعد ما حصل العدوان الثلاثي على مصر. ولما انتهت الحرب بقرار من مجلس الامن وانسحاب اسرائيل من سيناء اللي كانت احتلتها وبدأت الاوضاع في مصر تستقر نوعا ما، تم استئناف العمل في انشاء البرج من تاني وبمنتهى النشاط. والرئيس جمال عبد الناصر بنفسه وحسن التهامي وزكريا محي الدين ويسري الجزار كانوا متابعين الشغل بكل تفاصيله في القاهرة، وكان الجزار بيروح مرة كل شهر عشان يتابع الشغل في أسوان. وأخيرا انتهى البرج وخرج بشكله الكامل بارتفاع 187 متر وبتكلفة 6 مليون جنيه مصري، واحتفلت مصر قدام العالم كله بافتتاح برج القاهرة، وتم إعلان البرج كمزار سياحي رسمي متاح للسياح في يوم 11 إبريل سنة 1961. عشان يتحول البرج ده من يومها ولحد النهاردة مش بس مزار سياحي الناس بتشوف منه معالم القاهرة كلها، لا ده كمان رمز للمصريين كلهم لقوتهم وكرامتهم ورفضهم انهم يبيعوا ذمتهم لأي حد، ويفضل واقف في مكانه بيوجه رسالة للعالم الغربي كله بان الرئيس جمال عبد الناصر مش الشخص اللي يتنازل عن مبادئه ابدا تحت اي ظرف. ومهما اختلفت القصص حوالين برج القاهرة هيفضل واحد من معالم مصر المميزة لحد النهاردة، واقف بكل شموخ في قلب العاصمة المصرية بيحكي عن قوة المصريين وقدرتهم على إثبات وجودهم قدام العالم كله. في نهايات سنة 1969 وفي عز الصراع العربي الإسرائيلي وبعد سنتين من النكسة، أعلنت إسرائيل قدام العالم كله نيتها في التنقيب على البترول لحسابها في منطقة خليج السويس المصرية، في رسالة واضحة للجميع بتقول للعالم فيها إن سيناء خلاص بقت ملك ليهم وللأبد. والرسالة الأهم اللي حبت إسرائيل تصدرها للعالم هي إن مصر خلاص اتكسرت وما بقتش قادرة تحمي أرضها ولا مواردها الطبيعية. وما اكتفتش إسرائيل بالإعلان وبس من باب التهويش، لا ده كمان أخدت خطوات فعلية لتحقيق ده، وأجرت فعلا حفار متقدم اسمه كينتينج وان، وتعاقدت مع شركة إيني الإيطالية على إدارة وتشغيل الحفار ده، والشركة دي واحدة من الشركات العملاقة في العالم في مجال التنقيب. والحفار ده كان تم بناؤه عن طريق شركة إنجليزية وبتملكه شركة أمريكية، وتم الاتفاق على قاطرة هولندية عشان هي اللي تسحب الحفار من كندا وتعبر به المحيط الأطلنطي وياخد طريق رأس الرجاء الصالح حوالين أفريقيا لحد ما يدخل البحر الأحمر ومنه على خليج السويس. وطبعا اختيار الحفار ده بالذات كان مقصود تماما، وده عشان لو مصر بس فكرت تقرب من الحفار ده وبأي شكل من الأشكال يبقى كده هتعادي 3 دول وهم بريطانيا وأمريكا وهولندا، وطبعا إسرائيل البلد اللي مأجراه.
وبالتالي كده هيضمنوا ان المصريين هيفكروا 1000 مرة قبل ما يعملوا اي حاجة في الحفار، وخطتهم في إذلالنا قدام العالم كله تنجح بجدارة. وفعلا كل المعلومات اللي وصلت للمخابرات العامة والمخابرات الحربية أكدت صحة الخبر، وأكدت تورط 3 دول في موضوع الحفار، وأكدت كمان أنه تحرك بالفعل من كندا وفي اتجاهه للغرب الأفريقي. وتتحط المعلومات دي كلها قدام الرئيس جمال عبد الناصر اللي يصدر تعليماته بمنع وصول الحفار ده وبأي تمن للمياه الإقليمية المصرية. وكانت التعليمات واضحة للسيد أمين هويدي مدير المخابرات العامة واللواء محرز مدير المخابرات الحربية بأن الحفار ده لازم يقف وما يكملش طريقه لمصر، واتساب لهم حرية الاختيار الكاملة يختاروا النقطة أو الطريقة اللي هيوقفوه بيها. ومحددش عبد الناصر أبدا حاجة تخص العملية غير حاجة واحدة بس، هي مين اللي يقود العملية. اختار عبد الناصر بنفسه بالأمر المباشر الشخص اللي هيكون مسؤول عن العملية دي من الألف للياء، وحدد إن هو يكون ضابط العمليات في المخابرات المصرية محمد نسيم، أو قلب الأسد زي ما كان معروف في الجهاز ما بين زمايله. وفعلا بيتم إسناد العملية لمحمد نسيم وتتسمى باسم عملية الحاج، والاسم ده له سببين. السبب الأول إنه اسم شائع جدا في منطقة غرب أفريقيا، وبيستخدم كلقب قبل الأسماء العادية، ويمكن لسه بيستخدم لحد النهاردة في بعض البلاد الأفريقية، حاجة كده زي كلمة السيد أو الأستاذ عندنا. والسبب الثاني هو تزامن العملية مع موسم الحج في الوقت ده، ويمكن كان نوع من المباركة للعملية كلها اختيار اسم الحج عشان يكون اسم ليها. وتبدأ العملية، وعلى بركة الله بيسافر محمد نسيم من القاهرة لمنطقة أبو قير في مدينة الأسكندرية، وبالتحديد لواء الصعقة البحرية والضفادع البشرية. وطبعا كان الهدف من السفرية دي هو اختيار الأفراد اللي هتنفذ العملية، وبالتعاون مع الرائد أنور عطية المسؤول عن البحرية الإسرائيلية في فرع المعلومات بالمخابرات الحربية يتم اختيار 4 عناصر، وهم الرائد خليفة جودت، وده هيكون قائد لمجموعة الضفادع، ومعاه الملازم أول حسني الشراكي، والملازم أول محمود سعد، والرقيب أحمد المصري. الغريب إن محمد نسيم وحفاظا على سرية العملية في الأول ما جابش سيرة الحفار لأي حد فيهم، وقال لهم إنه هي مجرد عملية روتينية لتدمير السفينة متوسطة الحجم باستخدام 4 ألغام بحرية عادية، وإن ترتيبات التنفيذ مش هتختلف كتير عن أي عملية قاموا بيها قبل كده ضد العدو. ويتنقل الجميع على بيت آمن في القاهرة على اعتبار إن هم في انتظار التنفيذ، واللي ما كانش حد عارف هيكون إمتى ولا حتى محمد نسيم نفسه. ويطير بعدها قلب الأسد على باريس لتوفير بعض المعدات الناقصة لتنفيذ العملية، وللتأكد من بعض المعلومات النهائية لخط سير الحفار من خلال عناصر المخابرات في أوروبا. وتكون أول معلومة مؤكدة يتم التوصل ليها هي إن الحفار هيوصل لميناء مدينة دكار السنغالية عصر يوم الاثنين الموافق 12 فبراير سنة 1970. فيبعت نسيم برقية مشفرة للقاهرة بالكلام ده، ويحذر فيها إن التأخير ممكن يؤدي لفقدان الهدف. وطبعا بعد الرسالة دي بيتحرك فورا فريق الضفادع البشرية بتعليمات من المخابرات من القاهرة على باريس، واللي منها هيطلعوا على دكار، وده عشان وقتها ما كانش فيه طيران مباشر من مصر للسنغال. ويتحرك كمان نسيم في اتجاهه لدكار، واللي كان هيدخلها على انه مقاول مشروعات هندسية وجاي عشان يقدم طلب مشاركة في مناقصة حكومية لبعض المشاريع في السنغال. اما بالنسبه لرجاله العمليه فكان المفترض ان هم هيدخلوا دكار تحت هويه فنيين تشييد كباري ومشروعات هندسيه، وكل واحد فيهم كان في شنطته 1 من الألغام اللي هيتم استخدامهم في العمليه، وكان كل لغم وزنه حوالي 16 كيلو جرام. وده طبعا بعد ما قامت المخابرات المصريه بدورها في تغطيه الالغام والمعدات المستخدمه في العمليه بماده تمنع اي اجهزه للكشف عن الحقائب من انها تكشفها. ويوصل نسيم على دكار، ويوصل الفريق بعده ب 24 ساعة، وينتظر الجميع التعليمات والضوء الأخضر للتنفيذ. ولكن وفي ليلة التنفيذ يلغي محمد نسيم العملية كلها، وده بعد ما توصل معلومات إن قاطرة الحفار واقفة في حوض بحري كان على مسافة 50 متر من القاعدة البحرية الفرنسية، واللي غطت أبراج المراقبة وكشفاتها وإحراساتها المنطقة كلها، وفي محيط 5 كيلومتر مربع تقريباً. يعني القرب من القاطرة والحفار حاجة شبه مستحيلة، وسبب وقوفها في الحوض ده ما كانش معروف، وبالتالي ميعاد وصولها لدكار هو كمان ما بقاش معروف. وبناء على كده وتاني يوم الصبح يرجع الفريق من تاني على باريس، وعلى نفس الطيارة اللي كانوا جم فيها، وده بعد ما كانوا افتعلوا مشكلة مع مكتب تسجيل المناقصات الحكومية السنغالي، واعترضوا بشدة على الرسوم المبالغ فيها لتسجيل طلبهم، بحيث ان الموضوع يبان طبيعي جداً.
ويحصلهم نسيم على القاهرة بعدها بيومين، وده بعد ما كان فشل في انه يلحق الطيارة الفرنسية اللي بعدها، واضطر ان هو يقضي اول يوم عيد الاضحى لوحده في دكار. وفي القاهرة تبدأ الأعصاب تتوتر والوقت يضيق بعد ما اختفى في عرض المحيط الأطلنطي أي أثر للحفار، واللي بالمناسبة كان معاه في كل تحركاته عناصر من المهمات الخاصة في الموساد الإسرائيلي من أول لحظة طلع فيها من كندا. ويحاول الجميع يحدد موقع الحفار وتدرس الخرائط الملاحية في محاولة لتوقع مكانه مع نشاط استخباراتي رهيب اتحرك في كل منطقة غرب أفريقيا، لحد ما أخيراً توصل معلومة من بحار أفريقي متعاون مع المخابرات المصرية، والمعلومة دي أكدت على وجود عطل في القاطرة الهولندية ظهر في دكار، وإصلاح العطل ده كان هيحتاج بعض قطع الغيار ما كانتش متوفرة في السنغال ولكنها متوفرة وبسهولة في ساحل العاج، وبالتالي خط سير الحفار لازم هيبقى مجبر إنه يقف في ميناء أبيدجان في دولة ساحل العاج. وفعلاً يظهر الحفار عصر يوم 2 مارس سنة 1970 في ميناء أبيدجان عشان يطير قلب الأسد ويسابق الزمن من القاهرة لباريس ومنها على أبيدجان، ويتم تحضير فرقة الضفادع البشرية هم كمان للسفر، ولكن المرة دي كان السفر من خلال عملية تمويه بالاستعانة ببعثة سينمائية المفترض أنها هتصور فيلم في غابات أفريقيا. ويمكن من المعلومات اللي فضلنا ننقلها كلنا على مدار السنين اللي فاتت عن البعثة دي وعن الفيلم المقصود واللي كان غطى للعملية، أنه كان فيلم عماشة في الأدغال من بطولة الفنان فؤاد المهندس، وده لأن ببساطة الفيلم كان متصور في جمهورية أوغندا شرق القارة الأفريقية مش في ساحل العاج في الغرب. وفيلم عماشة في الأدغال تم تصويره خلال الفترة من يناير لفبراير سنة 1972، يعني بعد سنتين تقريبا من عملية الحفار. أما بقى الفيلم الحقيقي اللي تم الاستعانة بالطاقم بتاعه عشان يكون تمويه لعملية الحفار، فهو فيلم كان اسمه ابن أفريقيا من بطولة الفنانة نبيلة عبيد ومديحة كامل، والفيلم ده يمكن محدش سمع عنه قبل كده، وده لأنه فاشل فنياً وتجارياً وما كانش الهدف منه أصلاً أنه ينجح. المهم نرجع تاني للعملية بتاعتنا ونروح لساحل مدينة أبيدجان، وهناك وبمجرد وصوله للمدينة يبدأ محمد نسيم بمساعدة من عناصر من المخابرات في السفارة المصرية يبدأ في مراقبة الحفار وجمع كل المعلومات عن أسلوب الحراسة المستخدم والوقت المتوقع لإنهاء تصليح القاطرة وكل معلومة ممكن تنفعه عشان في النهاية يوصل القرار بتحديد ساعة الصفر للتنفيذ. وفعلا يحدد نسيم اللحظة الحاسمة وتكون هي منتصف ليلة 7 مارس، وكان قبلها محمد نسيم اتعرف على زوجين عواجيز من النرويج في الفندق اللي كان حجز فيه لفريق العملية، وبعد الدردشة معاهم عرف ان هم جايين على أبيدجان عشان يقضوا اجازة جواز بعد قصة حب طويلة عاشوها لسنين، فيقرر ان هو يستغل الزوجين دول لصالح التمويه للعملية، ويتفق في صباح يوم تنفيذ العملية مع مجموعة من الصيادين على ان هم يعملوا حفلة للزوجين دول في منطقة قريبة من موقع العملية، ويجيب لهم 4 صناديق من الألعاب النارية ويطلب منهم إنهم يبدأوا يضربوها تباعاً ابتداءً من منتصف الليل بالظبط. وفعلاً وعلى حسب الاتفاق تبدأ الصواريخ النارية تضرب بكثافة، فيتحرك فوراً في قارب سريع ضباط الموساد اللي كانوا مع الحفار واللي كان راسي على بعد 400 متر تقريباً من المنطقة اللي بيتضرب فيها الصواريخ، وده طبعاً عشان يشوفوا إيه اللي بيحصل ويطمنوا إن مفيش أي تهديد على الحفار بتاعهم. فيشوفوا ناس بتحتفل وترقص وتغني وتلعب بالصواريخ النارية، والأمور كلها كان شكلها طبيعي جدا. في الوقت اللي كان بيتحرك فيه من غابة قريبة من مكان الاحتفال وحوش الضفادع البشرية المصرية في اتجاه المية عشان يتم زرع المتفجرات على عمق 1 متر تحت الحفار وفي الأماكن المتفق عليها، ويمشي الرجالة بسرعة من المكان قبل ما يرجع عناصر الموساد في القارب بتاعهم واللي كانوا قاموا بجولة مسح كاملة حوالين الحفار والقاطرة عشان يطمنوا عليه. وفي تمام الساعة 6 من صباح يوم 8 مارس سنة 1970 ومع أول ضوء للنهار على سطح المحيط الأطلسي، تهز الانفجارات مدينة أبيدجان النايمة ويتهز معاها قلب نسيم وهو بيشوفها من بعيد. وفي الفندق يصحى فريق العملية بشكل طبيعي ياخدوا فطارهم ويتجهوا للمطار اللي كان محجز لهم فيه على أول طيارة طالعة من أبيدجان. وطبعا تتحرك السلطات الأمنية لدولة ساحل العاج في موقع تدمير الحفار اللي كان وقتها مال على جنبه واتصاب بعطل كبير يمنعه من انه يكمل رحلته وتكون أبيدجان هي محطته الأخيرة. وتلاقي السلطات الأمنية وزي ما خطط نسيم مع العقول اللي دبرت العملية في القاهرة 3 كشافات يدوية مصممة للعمل تحت المية أمريكية الصنع، وزعانف أقدام مخصصة للغطس إيطالية الصنع، و3 نظارات غطس ألمانية الصنع، وجهاز لاسلكي ياباني،
أما البطارية الداخلية للكشافات اليدوية فدي كانت مصرية الصنع ومكتوب عليها صنع في مصر. وطبعا الحاجات دي كان الرجالة اللي نفذوا العملية واخدين تعليمات من نسيم إن هم يسيبوها على الشط لما يرجعوا بعد التنفيذ، عشان توصل رسالة غير مباشرة للعالم كله وبدون اعتراف صريح إن مصر وجهاز مخابراتها وأبطال بحريتها قادرين على النوع ده من العمليات المركبة، وإننا نقدر نحمي مصالحنا في أي مكان وما تخلقش لسه اللي يذل مصر. الخدعة الكبيرة في حكاية الجاسوس المعروف رفعت الجمال، فيا ترى هل كان الجمال فعلا عميل مزدوج وخدع مصر زي ما إسرائيل بتقول، ولا كان عميل مصري صميم وخدع إسرائيل لعشرين سنة زي ما مصر بتقول؟ وإيه هي أدلة الموساد على صحة روايتهم وأدلة المخابرات العامة المصرية على صحة روايتهم هما كمان؟ أدلة وحقائق هنحاول نوصل من خلالها وبعين الحقيقة والمنطق لكشف الغموض في هوية الجاسوس المصري الأخطر على إسرائيل في القرن العشرين. كلام كتير اتقال عن الراجل ده وحتى مننا احنا العرب لسه في ناس بيشككوا فيه ومقتنعين بالرواية الإسرائيلية، لدرجة ان في ناس قالت عليه انه كان عراب السلام بين مصر وإسرائيل. والجمال هو الجاسوس الوحيد اللي قصته للأسف بتساعد الناس على الهبد والتأليف، ويمكن شفت ده بعيني كتير في التعليقات على بعض الحلقات. وسواء كنت مع او ضد رواية المخابرات المصرية فالحلقة دي ليك، بس كل المطلوب منك هو انك تسمعها للنهاية. وكفاية كده مقدمات، ويلا بينا نبدأ على بركة الله بعد الفاصل. خلونا في البداية كده نبدأ بالنقطة اللي اتفقت فيها كل الروايات في الجانب المصري والجانب الاسرائيلي، وبغض النظر عن الاسماء رفعت ولا رأفت، جاك بيتون ولا ديفيد سمحون، فكل الأطراف اتفقوا إنه كان جاسوس ما بين مصر وإسرائيل لمدة كبيرة وصلت لحوالي 20 سنة، بس اختلفوا في كونه جاسوس لصالح مصر بس ولا كان جاسوس مزدوج. وخلونا في الأول نجاوب على سؤال لازم يجي على بالنا وإحنا بنتكلم في موضوع الاختلاف على هوية الجمال، وهو إشمعنى يعني الجمال بالذات اللي اختلفت المخابرات المصرية والموساد على حقيقة حكايته وهويته؟ طب ما في جواسيس كتير غيره كان ليهم ملفات مهمة وما حصلش أي اختلاف على حكايتهم. في الحقيقة بقى إجابة السؤال ده واضحة لكل خبراء المخابرات، وهي كون إن عميل يقضي 20 سنة مخترق لجهاز بيتصنف إنه من أقوى الأجهزة في العالم، واللي كانوا على طول الخط بيأكدوا إنه منظومة أمنية لا يمكن اختراقها، فدي طبعا تعتبر نكسة كبيرة وإهانة أكبر للكيان الصهيوني كله، وفي نفس الوقت نجاح عظيم لمصر والجهاز مخابراتها. ونيجي لبداية الحكاية في أوائل الثمانينات لما كان المؤلف صالح مرسي المشهور بالكتابة في أدب الجاسوسية على علاقة ببعض رجال المخابرات العامة، وكان وقتها الجهاز قرر والأسباب الخاصة الكشف عن ملف الجاسوس رفعت الجمال. وفي الحقيقة كانت المخابرات المصرية رحيمة شوية في البداية مع صدمة الموساد بالملف ده، وأفرجوا في الأول عن بعض التفاصيل في عمل أدبي نزل على حلقات في الجرايد والمجلات قبل ما ينزلوا عليهم بالتقيل في عمل فني ودرامي متكامل من خلال مسلسل يشوفوا ملايين المصريين والعرب والإسرائيليين كمان، ويوصل لدرجة ان الشوارع في البلاد العربية كانت بتبقى فاضية من الناس وقت عرض الحلقة اليومية من المسلسل ده، لدرجة انه حتى سمع في اسرائيل نفسها وعمل ضجة كبيرة واثارة للرأي العام هناك، وقامت الدنيا كلها عندهم وما قعدتش سواء من الجهات الامنية والسياسية او الصحافة والاعلام. المهم نرجع تاني للبداية مع صالح مرسي اللي كان صاحب النصيب والمفوض من المخابرات المصرية بنشر قصة رفعت الجمال بعد تغيير اسمه لرأفت الهجان، ويسلمه واحد من أفراد الجهاز ملف من 70 ورقة، والورق ده كان فيه المعلومات السرية اللي ممكن دلوقتي يتم الإفصاح عنها من المخابرات فيما يخص ملف الجمال.
وبناء على مقابلات شخصية للمؤلف مع بعض ضباط المخابرات اللي كانوا مسؤولين عن الملف ده، قدر انه يكتب اكتر من 200 ورقة عن تفاصيل حكاية العميل رفعت الجمال، وبدأ النشر بالفعل في الصحف المصرية على حلقات متتالية عشان يتفاجئ جهاز الموساد لأول مرة بحقيقة واحد من مشاهير المجتمع الإسرائيلي والصديق المقرب لكبار الشخصيات السياسية والعسكرية هناك. وبعدها بفترة مش كبيرة قوي وقبل ما يفوق الموساد من صدمته، وبالتحديد في سنة 1988، خرج للنور مسلسل رأفت الهجان، ومعاه واحدة من أكبر الفضائح في عالم المخابرات باختراق الحكومة الإسرائيلية من عميل مصري ولمدة 20 سنة. ومش أي عميل، لأ ده واحد كان الصديق المقرب لأسامي كانت هي قمة الهرم في الكيان الصهيوني وقتها، زي بن جوريون وجولدا مئير وموشي ديان وعزرا فايتسمان وغيرهم من الأسماء. وتقول مصر ان العميل ده وعن طريق قربه من الشخصيات دي قدر يفيدها بمعلومات خطيرة زي معاد العدوان الثلاثي على مصر في 56 ومعاد ضرب المطارات المصرية في 67 ومعلومات تانية كتير في منتهى الأهمية كانت سبب في نجاح حرب 73 لمصر، زي خريطة الجبهة كلها في سيناء وخريطة فتحات النبالم في قناة السويس وتفاصيل كاملة عن خط بارليف، وحتى صفقات التسليح الغربي لإسرائيل وما خفية كان أعظم. المهم نرجع تاني للمسلسل، واللي بعد عرض الجزء الأول منه كان رد الموساد عليه وعلى المخابرات المصرية هو النفي والسخرية من كل حاجة اتعرضت فيه، وقالوا إن رفعت الجمال مش مصري من الأساس وهو يهودي 100%. فردت عليهم المخابرات المصرية بصور وأدلة في أماكن وأزمنة مختلفة في مصر وكلها بتثبت مصريته، وكشفت عن جواز سفره الحقيقي والحركي، وقالت إنه سافر لإسرائيل في سنة 56 بمبلغ 3000 دولار كان واخدهم من المخابرات العامة عشان يفتح شركة سياحة وينطلق من خلالها في مهمته مع المخابرات المصرية من قلب المجتمع الإسرائيلي. وبعدها خرج بعض الكتاب الإسرائيليين في الصحف وأثبتوا إن كلام المخابرات المصرية صحيح، وإن جهاز الموساد في ورطة قدام شعبهم والعالم كله. وبعد ما فشل الموساد في نفي مصرية الجمال، اتجهوا لسيناريو التشكيك في صحة الرواية المصرية، فقالوا إن الجمال فعلا كان مصري وعميل ليهم كمان، وأكدوا إنه فعلا وصل إسرائيل في سنة 56 بس ما كملش كتير، وانكشف امره لانه كان تحت ميكروسكوب المخابرات الاسرائيليه من الاول، وده لان جهاز الامن العام الاسرائيلي او الشباك زي ما بيسموه كان فيه قسم مختص بمتابعه اليهود المهاجرين الجدد على اسرائيل وخصوصا من مصر في فتره الخمسينات. وقالوا ان بعد شكهم فيه اقتحموا شقته في اسرائيل وقبضوا عليه، وان رئيس وحده الاستخبارات في الشباك موسى ابراموفيتش اقنعوا انه يشتغل معاهم عميل مزدوج في مقابل حريته، وانهم كانوا بيدوه الاخبار الحقيقيه عشان يفضل محافظ على ثقه المخابرات المصريه فيه، وفي نفس الوقت يضللهم بمعلومات تانيه لاغراض مهمه في صالح اسرائيل. وقالوا كمان انه من الاخر كده الروايه المصريه مجرد مسلسل خيالي ناجح لكاتب محترف ومخرج شاطر في توظيف ادواته، وإن المخابرات المصرية بتعيش الشعب المصري قصة البطولة الوهمية، واستندوا في كلامهم ده على فكرة الكذب الإعلامي اللي كان حصل في مصر وقت النكسة. بس طبعا كلام الموساد كان كله بدون أي أدلة مؤكدة، وهقولها تاني، بدون أي أدلة مؤكدة ولو حتى دليل واحد، وكان مجرد تطبيق لمبدأ من مبادئ الصهاينة الخبيثة اللي كانوا مازالوا معروفين بيها لحد النهاردة، وهو يعني مبدأ لو معرفوش ينكروا الحقيقة على الأقل يشككوا فيها ويقللوا من قيمة وبطولة صاحبها. المهم ان الرواية الإسرائيلية دي تم نشرها بعد كده في كتاب الجواسيس في سنة 2015 للكتاب يوسي ميلمان وإيتان هابر، وطبعا كل كلمة اتذكرت في الكتاب ده تم مراجعتها بمنتهى العناية من جانب الموساد. اما بقى المخابرات العامة المصرية فردت وفي وقتها في فترة التسعينات من خلال بعض ابطال ملف الجمال نفسهم، زي اللواء محمد نسيم ضابط الحالة للجمال والمدرب بتاعه،
واللي قال إن عملية الجمال تعتبر أكبر ألم وفضيحة للموساد في تاريخه. وطبعا إسرائيل لا يمكن أبدا تعترف إن في جاسوس مصري عاش في قلب مجتمعها وصاحب كبار مسؤوليها لمدة 20 سنة. لقوا ما يكتشفوش أمره غير بعد موته ب5 سنين، وكمان من خلال المخابرات المصرية نفسها مش من خلال جهازهم الموساد. وقال نسيم إن مفيش أي جهاز مخابرات في العالم يستجري يعترف على نفسه بفضيحة زي دي، وعشان كده كان معروف رد فعل إسرائيل إن مجرد محاولة منهم للتقليل من حجم الفضيحة بالتشكيك فيها من الأساس. وطبعا كلام اللواء محمد نسيم بحجمه وتاريخه في المخابرات العامة المصرية ولأنه كان هو ضابط حالة الجمال والمسؤول عنه شخصيا، هيعتبر مرجع أساسي في التحليل الحقيقي للموقف الإسرائيلي وتوضيح الموقف المصري في ملف الجمال. لما ابتدت مصر تقوم بمسألة عماء وضحت للمواطن المصري والمواطن العربي وشككت عند المواطن الإسرائيلي لدرجة أنه عملية رأفت الهجان ابتدوا يعملوا عن طريق أحد الصحفيين عندهم رد ما استمرش 3-4 مرات في أحد الجرائد الإسرائيلية أنه بيقولك ده كان عميل مزدوج. ونكمل مع كلام نسيم اللي قال في حوار مع الكاتب عادل حمودة واتنشر في مجلة روزا اليوسف بتاريخ 30 أغسطس سنة 93. وسأل نسيم في الحوار ده شوية أسئلة منطقية جدا، اللي هو يعني لو كان الجمال فعلا عميل مزدوج زي ما بتقول إسرائيل، فليه يعيش جوه مجتمعهم لمدة 20 سنة؟ إيه يعني نوع الاستفادة اللي ممكن تستفيدها إسرائيل من جاسوس عايش على أرضها، في حين أنه كان من المنطقي جدا أنه يستقر في مصر أو أي دولة عربية من أعداء إسرائيل مثلا، فازاي بقى يكون عميل للموساد وهو عايش معاهم؟ وتحدى نسيم اي شخصية مخابراتية زيه من الموساد يطلع يرد على كلامه، وقال ان من عادة الموساد الكشف عن العملاء بعد القبض عليهم مباشرة، وانهم مش بيستنوا ابدا على اي حد وقع في ايديهم، وده في الغالب كان بيحصل كنوع من التفاخر وفرد العضلات. وكمان معروف عنهم انهم بيفضلوا كشف العميل بدل من استخدامه كعميل مزدوج، وده كان اسلوب الموساد المفضل في الشغل بشكل عام او على الاقل وقت احداث قصة الجمال. واقرب مثال من ارض الواقع على الكلام ده حكاية الجاسوس كيفورك يعقوبيان، وده كان جاسوس مصري من اصل ارمني اتزرع في اسرائيل واكتشفته المخابرات الاسرائيلية بعد ما حب اخت مسؤول امني في الجيش، واللي كانت سبب في تفتيح عيون الموساد عليه لحد ما فعلا قبضوا عليه واعترف. وطلعوا بعدها عملوا زيطة كبيرة في كل وسائل الإعلام عندهم عشان يقولوا إننا قبضنا على جاسوس مصري في تل أبيب، وكانوا مصورينه في كل لحظات القبض عليه والتحقيق معاه ومسجلين اعترافاته بالتعاون مع المخابرات المصرية بالصوت والصورة. وهنا بقى يجي على بالنا سؤال منطقي جدا، وهو ليه ما عملوش كده في حالة الجمال، في حين انه بالمناسبة يعني كان موجود في اسرائيل بالفعل في الوقت ده ومن قبل القبض على يعقوبيان. فليه بقى اعلنوا عن حكاية يعقوبيان وما اعلنوش عن كشف الجمال؟ ده اذا كانوا فعلا مكتشفين حقيقته من اول ما وصل اسرائيل زي ما بيقولوا. وبالمناسبة فمصر استلمت يعقوبيان بعد 67 وأعلنت عن حكايته وما أنكرتش أي حاجة تخصه. مثل هذه العمليات دي عمليات ضخمة، يعني عملية زي رأفت لجان لما تيجي تقول لي ده عميل مزدوج، في الحاجات دي لازم تسجل من الأول للآخر صورة وكتابة. أنا بتحداكوا أنه تظهروا صورته أو اعترافاته أو خلافه أنه بيعمل معه. المهم يكمل لسيم في تساؤلاته المنطقية الموجهة للموساد ويقول لو فعلا الجمال كان الراجل بتاعهم، فليه بقى ساب اسرائيل في اواخر ايامه وسافر المانيا ومن هناك استثمر كل فلوسه تقريبا في مصر في مجال البترول؟ وبما اني بقول كلام على لسان محمد نسيم، شايفك يا اللي بتجهز التعليق المحفوظ بتاع ابنه اللي اتجوز اسرائيلية وحفيدته اللي عايشة هناك، وقال يعني بقى اول ما هتكتب التعليق ده هنشك فورا في تاريخ وطنية نسيم ونمسح كل عملياته ضد الموساد بأستيكة. بس عموما هقولك بالبلدي كده، يخلق من ظهر العالم فاسد، والتاريخ ياما مليان نماذج بفساد أبناء من صلب علماء وأبطال وأنبياء كمان. وعموما مش هو ده موضوعنا النهاردة،
المهم في الاخر اكد نسيم ان المخابرات المصرية عندها مستنداتها المؤكدة بالادلة الحاسمة على صحة الرواية المصرية وكذب الروايات الاسرائيلية في ملف الجمال. والمفاجأة كمان ان الملف ده لسه مليان باسرار كتير، وانه اصلا ما تمش الاعلان غير عن جزء صغير منه. وبعيدا بقى عن كلام محمد نسيم، بالرغم من انه كافي جدا الرد على اي حد بيشكك في وطنية الجمال، خلونا نسأل نفسنا الاسئلة اللي سألها دي، ونحكم العقل والمنطق ونحاول نلاقي اجابات تقنع عقولنا. وممكن نضيف على الاسئلة دي سؤال تاني بالبلدي كده، وهو معقولة يعني المخابرات المصرية هتعمل هيصة وهليلة قدام العالم كله بنشر قصة واحد من رجالتها وفي مسلسل تشوف الدنيا كلها، وتكون في الاخر القصة كذب وسهلة قوي على الطرف التاني انه يثبتها؟ وطبعا ساعتها هتجيب لنفسها الاحراج ويطلع شكلها وحش قدام اجهزة مخابرات العالم. تفتكروا يعني المخابرات المصرية ممكن تكون بالسذاجة دي؟ والله دي تبقى حركة ما تطلعش حتى من جهاز مخابرات بلاد الوقواق، مش من جهاز بيشهد له العالم كله بالكفاءة زي الجهاز المصري. أما عن وطنية الجمال وحبه لبلده، فبتحكي عنها مراته فالتراود في لقاءات صحفية وفي كتابها بعنوان 18 عام خداعا لإسرائيل، وقالت ان جوزها الجمال بكى بالدموع يوم ما نجحت اسرائيل في ضرب المطارات المصرية في 67، وكانت مستغربة جدا ازاي يكون ده رد فعل واحد المفروض يكون فرحان لانتصار جيش بلده اللي هي اسرائيل يعني. بس فهمت بعد كده طبعا لما قرت وصيته واعترافه ليها بانه مصري ومسلم وبيشتغل لحساب المخابرات المصرية، وفهمت كمان ليه جوزها صمم على ان ابنهم دانيال يتولد في المانيا مش في اسرائيل عشان ما ياخدش جنسيتها. شايفك برضو يا اللي بتجهز تعليقك دلوقتي عشان تسأل السؤال الازلي اللي مش بتزهقه منه، وهو ليه مصر ما ادتش ابنه الجنسية المصرية لحد دلوقتي بالرغم من محاولات المستميتة عشان يحصل عليها. ونحط خط هنا بقى على كلمة مستميتة عشان هي دي اللي فيها الإجابة على السؤال اللي انت بتسأله ده، واللي إجابته لوحدها هتحتاج مننا حلقة تانية أكيد، بس للأسف مش هتطلع للنور غير لما أكون متأكد من كل كلمة فيها. وهتفضل حكاية رفعت الجمال عار ونكسة على الموساد لغاية ما يزول الكيان ده من الوجود بإذن الله، وبرضه هتفضل سيرة وبطولات صقور المخابرات العامة المصرية وجولاتها الناجحة مع الكيان الصهيوني واضحة ومنورة زي الشمس، مهما كره أعدائنا الوضوح ده وحاولوا يشوهوا فيه بالتشكيك والتضليل، وخصوصا مع الأجيال الصغيرة واللي للأسف بقت هي دي حربهم الجديدة معانا ومن خلال الأجيال دول. حرب بقت قايمة على تزييف التاريخ بكل تفاصيله ومسح اي حاجة ممكن تقوي روح الانتماء جوه عقل وقلب اي مواطن مصري او عربي. واحدة من اخطر 5 عمليات تهريب جواسيس في العالم، وعملية كانت هتتحول من مجرد حرب بين اجهزة مخابرات لحرب رسمية ما بين جيوش دولتين. فمين هو الجاسوس ده واللي تم تهريبه بمغامرة خطيرة على طريقة أفلام جيمس بوند؟ وإزاي تم القبض عليه وكشف هويته الحقيقية؟ وإيه علاقته بالموساد الإسرائيلي والمخابرات المصرية؟ ومدى أهميته بالنسبة للدولتين؟ وإزاي كان هيتسبب في حرب قبل أوانها بين جيوش مصر وإسرائيل؟ هنحاول نجاوب على كل الأسئلة دي وتفاصيل تانية كتير هنعرفها في حلقة النهاردة، ونبدأ على بركة الله بعد الفاصل. الحكاية بدأت في سنة 1972 من مكتب المشير أحمد إسماعيل مدير المخابرات العامة المصرية وقتها، وفي ملف سري جدا وعاجل مبعوث من وزير الداخلية اليمني علي سيف الدين الخولاني. وفي الملف ده معلومات عن الاشتباه في سائح مغربي إنه جاسوس مجهول الهوية، والمطلوب من المخابرات المصرية انها تساعد وزارة الداخلية اليمنية في كشف حقيقة السائح ده وهل هو فعلا جاسوس ولا لا. وخلونا نقول في البداية كده ان اليمن استعانت بالمخابرات المصرية بالتحديد ومش اي حد تاني لسببين،
السبب الأول إن اليمن وقتها ما كانش فيها جهاز مخابرات زي مصر، اللي كان فيها جهاز عمره حوالي 20 سنة ويعتبر الأقدم في المنطقة العربية، ووصل من الكفاءة وقتها إنه بقى واحد من أقوى أجهزة المخابرات في العالم باعتراف العدو قبل الصديق. والسبب الثاني ثقة الحكومة اليمنية في مصر بأنها من الدول العربية الحريصة على أمن وسلامة اليمن والمنطقة كلها، فالمخابرات المصرية كانت محذرة اليمنيين في بداية السبعينات عن عمليات تجسس محتملة عندهم، خصوصا في المواني والمناطق العسكرية المهمة، وده كان بعد ضرب سفينة بترول إسرائيلية بقذائف أربجي بالقرب من سواحل مدينة عدن، واللي كان تم عن طريق لانش فيه مجموعة أفراد تابعين للمقاومة الفلسطينية. وبعد الحادثة دي مباشرة بعت عميل للمخابرات المصرية في تل أبيب رسالة عاجلة بتقول إن الموساد بيجهز لعمليات انتقامية في اليمن. المهم نرجع من تاني للملف اللي بعتته الداخلية اليمنية، واللي بعد ما قرى تفاصيله المشير أحمد إسماعيل عمل اجتماع عاجل مع وحدة مقاومة التجسس في مبنى المخابرات العامة، وقال لهم إن وزارة الداخلية اليمنية اشتبهت في سائح مغربي بياخد صور لمناطق حيوية في ميناء الحديدة وعايزين يتأكدوا من حقيقته. فرشح رئيس الوحدة ضابط من أكفأ ضباط القسم والمخابرات العامة كلها وبخبرة 10 سنين كانت كلها إنجازات وبطولات، والضابط ده كان ملقب بثعلب المخابرات العامة واسمه محمد رفعت جبريل. المهم انه بعد الترشيح ده اجتمع المشير احمد اسماعيل بجبريل وامره بدراسة الحالة في خلال 5 ساعات بالكتير عشان يحدد ايه اللي ممكن يحتاجه قبل ما يسافر للمهمة دي بحد اقصى في نهاية اليوم. وبالفعل درس جبريل الحالة وقرر انه ياخد معاه محلل وخبير في فك شفرات الصور، وما كانش قدامه افضل من صديقه السيد محمد عليش، واللي كان له اكتر من 100 عملية ناجحة ومعروف عنه انه بيفك شفرات الصور وهو مغمض عينيه. وتاني يوم الصبح بلغ السفير المصري في اليمن فؤاد عبد المبدي وزير الداخلية اليمني بان في 2 من اكفأ ضباط المخابرات المصرية ومكافحة التجسس وصلوا اليمن بالفعل، واستقبلهم الوزير في فيلا كانت مجهزة لضيافتهم في مدينة صنعاء، وهناك عرض عليهم كل تفاصيل الموضوع من اول اقوال السائح المغربي نفسه لحد الصور والرسومات اللي لقوها في شقته. والحكاية كلها كانت ابتدت صدفة، وده لما السائح المغربي فكر انه ياخد مجموعة اكبر من الصور المهمة لميناء الحديدة في اليمن قبل ما يسافر تاني يوم لاثيوبيا، بس القدر كان ليه دوره انه يقع مع ضابط يمني اسمه النقيب محمد المقبلي في اثناء مروره في منطقة خدمته، واللي شك فيه لما لقاه بيصور في مناطق حساسة في الميناء، ولما سأله عن سبب تصويره في منطقة ممنوع فيها التصوير قال له انه سائح من المغرب وتصوير المناطق الطبيعية والسياحية يعتبر هوايته الاولى والمفضلة، وزاد الطين بلة زي ما بيقولوا كده انه عرض 2000 دولار على المقبلي عشان يسيبه يكمل تصوير المناطق الجميلة زي ما بيقول. فشك فيه الضابط اليمني اكتر وخده على مبنى التحريات العسكرية، ومن هناك بعتوا 2 للشقة المقيم فيها عشان يفتشوها، فجابوا منها صور ورسم كروكي لميناء الحديدة، ولكن الراجل المقبوض عليه انكر الاعتراف باكتر من انه سائح وتاجر مغربي اسمه احمد سعيد الصباغ، وده طبعا حسب المكتوب في جواز سفره، وصمم ان الصور اللي مسكوها دي ما هي الا مجرد هواية مش اكتر. وفعلا الصور ما كانش ليها اي معنى يدل على احتمالية التجسس، بس الرسم الكروكي للمينا هو اللي خلاهم يعرضوا الموضوع كله على وزير الداخلية بنفسه، واللي احتار هو كمان في الامر وطلب تدخل المخابرات المصرية، وده كان بناء على اقتراح من رئيس اركان الجيش اليمني وقتها ابراهيم الحمدي، واللي بالمناسبة بقى رئيس لدولة اليمن بعد كده في سنة 74. المهم انه بعد ما اتعرضت الصور اللي مسكوها على الخبير عليش قال جبريل ان الصور دي متصورة بعدسة مشفرة على طريقة الجواسيس، بحيث لما تترتب مع بعضها تدي صور تانية مختلفة كلها لمناطق مهمة. وبعدها طلب جبريل انه يقابل السائح المشتبه فيه بنفسه على انه صحفي مصري جاي يسأله عن بعض التفاصيل، وفعلا راح جبريل، واول لما دخل عليه وشافه ومن اول نظرة كده بحكم خبرته عرف انه قدام عنصر مخابراتي تابع لجهاز قوي، وشاف ان اللف والدوران في الموضوع مش هيكون في صالحه وانه لازم يقطع فرصة المراوغة على الشخص اللي قدامه ده. فسأله من الاخر كده
ليه صورت بعدسة سرية مشفرة وعملت رسم كروكي للميناء؟ وقال له خلينا نلعب مع بعض على المكشوف أحسن وعرفك بنفسي عشان أنت كمان تعرفني بنفسك بصدق. وقال له أنا ضابط مخابرات مصري وبعتني اليمنيين عشان أحقق معاك، وأنا متأكد أنك لاحظت كده بخبرتك زي ما أنا برضو عرفت بخبرتي أنك عميل مخابرات. وخلي بالك لو أنا قلت لهم في تقريري عنك أنك جاسوس من غير ما ساعدك، فأكيد طبعا أنت عارف أن اليمنيين مش هيتفهموا معاك ولا هيرحموك. فهنا قال له السائح ان ريتشارد ضابط المخابرات الامريكية لعب في دماغه واداله الكاميرا عشان يصور نشاط السفن السوفيتية في ميناء الحديدة، في مقابل يعني انه يديله تصريح توكيل تجاري كبير في امريكا بحكم انه تاجر ورجل اعمال. وهنا ينهي جبريل الكلام مع السائح ويبعت بعدها رسالة مشفرة للمخابرات في مصر، قال لهم فيها ان السائح ده جاسوس بنسبة 100% وطلب التأكد من بيانات جواز سفره المغربي. وفي خلال ساعات جات له رسالة بأنه فعلا باسبور السائح مزور، ولكن للأسف حصل شيء ما كانش في الحسبان، وهو أن في جريدة يمنية نشرت خبر أنه تم القبض على جاسوس مغربي في اليمن، والخبر اتنشر في نفس الوقت في صحيفة مصرية. وبناء على كده بعتت المخابرات المصرية لجبريل رسالة أنه يستعجل في التحقيق مع الجاسوس ويحسم قراره فيه قبل ما تتدخل مخابرات بلده لإنقاذه. وهنا رجع تاني جبريل للجاسوس وتأكد فعلا بخبرته انه قدام عميل محترف لجهاز مخابرات كبير، وكان عنده شبه يقين انه الموساد الاسرائيلي، وقدر جبريل فعلا انه ياخد اعتراف من الجاسوس انه اسرائيلي واسمه يوسف يعقوب سالم، بس انكر في البداية انه تبع الموساد، ولكن جبريل قدر في النهاية يخليه يعترف بانه عميل موساد واسمه الحقيقي باروخ زكي مزراحي. فبعت جبريل للقاهرة بعدها ان الجاسوس ضابط محترف وانه لازم يتهرب على مصر قبل ما الموساد يوصله في اليمن. وبعد الرسالة دي كان رأي ادارة الجهاز انهم يعرضوا الموضوع كله على الرئيس السادات، لانهم كانوا فاهمين كويس ان ضابط الموساد ده لازم يجيبوه على مصر، كونه مكسب ما يتقدرش بتمن بالنسبة للبلد اللي كانت بتجهز لحرب مع اسرائيل في اقرب وقت. وبعد ما عرف السادات تفاصيل الحكاية كانت نظرته كالعادة ما تخرش المية، وإدى أوامره للمشير إسماعيل إن الجاسوس ده لازم يتجاب على مصر في أسرع وقت وبأي تمن. وقدر السادات يقنع الحكومة اليمنية كلها بإن الجاسوس باروخ مزراحي ده أصله من يهود مصر وله خطورة كبيرة على الأمن المصري. وفعلا كل اليمنيين اقتنعوا بكده ما عدا الخولاني وزير الداخلية اللي ما اقتنعش، لانه كان شايف ان الجاسوس اتقبض عليه في اليمن ولازم يتحاكم هناك، عشان يكون عبرة لأي حد يفكر في التجسس على اليمن من ناحية، ومن الناحية التانية يكون سمعة كويسة ليهم ان عندهم جهاز امن داخلي قوي. بس رئيس الأركان إبراهيم الحمدي كان فاهم وجهة نظر المخابرات المصرية، عشان كده كان رأيه في صالح مصر. ولما تأكد الخولاني ان مصر مصممة تحاكم الجاسوس في القاهرة، اتعمد انه ينشر في الاخبار ان اليمن قبضت على جاسوس اسرائيلي. وطبعا بعدها زادت خطورة الموقف وقلق الصقور في مصر على زميلهم جبريل، فبعتوله تنبيه ان الموساد مسافة السكة وهيكونوا عنده، واكدوا عليه انه لازم يعصر الجاسوس باروخ وياخد منه اكبر قدر من المعلومات المهمة، لانه في احتمال كبير ان الموساد يوصل له ويصفيه لو ما عرفوش يهربوه، خصوصا لو عرفوا ان مصر عايزه تحاكمه على ارضها. وهنا طبعا بدا جبريل يقلق، بس اكيد قلقه ما كانش على نفسه ولكن على نجاح مهمته كلها، لانه كان عارف ان الفايده من ضابط كبير في الموساد زي باروخ بالنسبه لمصر تستاهل انه يدفع قصادها ولو حتى حياته كلها، ويكلف الموساد أكفأ ضباطه في عمليات التهريب الصعبة، وهو الضابط جاستون رايان واللي كان بيتابع مهمة باروخ من أديس أبابا في أثيوبيا. وكلف رايان محامي أثيوبي يتفاوض مع الحكومة اليمنية ويعرض عليهم 10 مليون استرليني، ويعلى بعدها المستوى في التفاوض لدرجة أنه عرض عليهم كمان صفقة أسلحة أوروبية كبيرة لو أفرجوا عن عملهم. ولما عرف جبريل المعلومة دي اتصرف بسرعة، وبناء على خبرته وبلغ السفير المصري اننا مستعدين احنا كمان ندفع نفس المبلغ ده لليمن،
وعلى الرغم ان المشير اسماعيل كان معروف عنه انه بيحب ينفذ العمليات باقل تكاليف ممكنة، الا انه في العملية دي كان موافق وبدون نقاش على اي تكاليف مادية او قرارات خطيرة. ولكن من حسن الحظ بعدها اعلنت اليمن وبشكل رسمي تسليم باروخ للقاهرة بحجة انه كان من يهود مصر ومطلوب في قضايا تتعلق بالامن القومي المصري، وده كان عشان تبعد عن أرضها عواقب حرب شرسة متوقع إنها تحصل بين أجهزة مخابرات، خصوصا بعد ما اتدخلت جولدا مائير شخصيا بطلب وساطة أمريكا للإفراج عن الجاسوس. وأصدرت المخابرات المصرية جواز سفر للمواطن باروخ زكي مزراحي وبعتته لجبريل في اليمن. وطبعا عرف الموساد إن المخابرات المصرية عايزة تهرب رجلهم للقاهرة، فبعتوا 6 أفراد والهدف كان تهريبه أو اغتياله واغتيال حراسه. وبالفعل تعرض جبريل لمحاولة اغتيال بالرصاص وهو سايق عربيته، عشان بعدها يتدخل الحمدي اللي كان بيعاون جبريل بكل الطرق الممكنة، وقدرت الشرطة اليمنية تتابع الخونة اللي حاولوا اغتيال جبريل، وأعلنوا تاني يوم إعدام 8 أفراد من غير نشر أي تفاصيل. وبعد ما تأكد باروخ ان المخابرات المصرية عايزينه اكتر من الموساد، حاول انه ينتحر مرتين، ولكن الثعلب جبريل كان بيلحقه في كل مرة، وقدر يقنعه ان افضل اختيار ليه هو الهروب على مصر. وبعدها اتحول صراع الموساد والمخابرات المصرية لحرب علنية بين الجهزين، مع كل الاستعداد من الطرفين لحرب عسكرية لو لازم الامر. فحصرت البحرية الإسرائيلية البحر الأحمر بسفن وغواصات حربية، وتحرك سرب طيارات مقاتلة من سلاحهم الجوي في اتجاه خليج العقبة وسيناء مع مجموعة من الكوماندوز الإسرائيلي. وفي نفس الوقت اتحركت لعدن الغواصة المصرية القرش ورقمها 612. وعشان تخفف المخابرات المصرية من ضغط وتركيز الموساد على اليمن، نشرت خبر مضلل في الجرايد بأن باروخ وصل بالفعل للقاهرة، عشان بعدها يروح محامي فرنسي للسفارة المصرية في باريس ويتفاوض مع مصر على باروخ، وقال أنه هو موكل من الموساد. فاطمنت شوية المخابرات المصرية أن الموساد بلع الطعم. وبعد دراسة لأنسب طريقة لتهريب باروخ كان الاختيار على الغواصة القرش، ولكن قبل ما تكمل نص المشوار كانت تقارير الاستطلاع بتقول ان حوالي 15 طيارة مضادة للغواصات قاطعين الطريق البحري لعدن. فبعت المشير اسماعيل امر للغواصة بالرجوع لمصر فورا، عشان وبعد ما يوصل جبريل للنقطة المحددة للقاء يفهم ان المهمة اتلغت لما انتظر الغواصة وما جاتش لحد اخر الليل. فرجع تاني وفكر انه ياخد طيارة نقل خاصة من دولة عربية شقيقة بمعرفته، وبمساعدة ابراهيم الحمدي في توفير الوقود اللازم ليها والسماح بهبوطها في اليمن. وتم التنسيق بين جبريل والمشير احمد اسماعيل والسادات اللي كان متابع بنفسه العملية الخطيرة دي، واللي بالمناسبة اتصنفت بعد كده في عالم المخابرات بانها خامس اخطر عملية تهريب عميل في العالم. وبالفعل نزلت الطيارة الخاصة في مكان أمنه الحمدي برجالته وفي سرية تامة، وتحركت الطيارة لمطار القاهرة بعد رحلة اتحبس فيها الأنفاس طول الطريق، واستقبلها سرب مصري من 3 طيارات مقاتلة أول ما دخلت المجال الجوي بتاعنا، لحد ما أخيرا نزلت بسلام في مطار القاهرة. وهناك كان في انتظارهم المشير احمد اسماعيل بنفسه بعد شهر ونص من شدة الاعصاب عاشها جبريل في اليمن وصقور المخابرات في القاهرة. واخيرا تستلم المخابرات المصرية الصيد السمين بتاعها وتعصره عصر عشان تطلع منه بالمعلومات المهمة اللي معاه. وقال له المحقق العام ان مصر عارفة عنه كل حاجة، واداله امارة ان مديره اسمه يونان بن دمان، وان مراته حامل وعلى وش ولادة، ونصحه انه يتعاون معانا عشان على الاقل يبقى عنده فرصة يخرج في اي صفقة تبادل قريبة. وبالفعل اتكلم باروخ وقال معلومات كتير مهمة، وكتير منها فادت قواتنا البحرية بعد كده في حصارها اللي قامت بيه على اسرائيل من ناحية مضيق باب المندب، واللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده في حلقة سابقة على القناة. وفي سنة 74 وبعد إلحاح شديد على الرئيس السادات
تم الإفراج عن باروخ مقابل الإفراج عن 65 معتقل مصري وفلسطيني، كان منهم 2 من أخطر عملاء المخابرات المصرية الموجودين في سجون إسرائيل. وبالمناسبة العملية دي كانت سبب في استقالة رئيس جهاز الموساد وقتها، وكانت واحدة من أقوى الصفعات اللي خدها الموساد من ثعلب المخابرات المصرية محمد رفعت جبريل، لدرجة إنهم لما عرفوا بعد كده إنه المسؤول الرئيسي عن أكبر الصفعات اللي خدوها على وشهم، عملوا مكافأة 2 مليون دولار لأي عميل يغتال رفعت جبريل أو يساعد في القبض عليه. واتجسدت الحكاية كلها في مسلسل مصري بعدها بسنين كتير، وتسمى برضو باسم الصفعة، عشان نفضل نفكر الصهاينة بصفعة كبيرة من ضمن صفعات كتير خدوها قبل كده من المخابرات المصرية. في يوم 5 أكتوبر سنة 1973 والمكان لندن عاصمة الضباب، وفي اجتماع حضره أشرف مروان مدير مكتب الرئيس السادات مع تسيفي زمير مدير الموساد الإسرائيلي، كانت أول جملة قالها مروان متكونة من كلمتين وهما الحرب بكرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وحلقة صعبة جدا في نفس الوقت. حلقتنا هترد على سؤال مهم قتل بحثا على مر السنين ومؤخرا على السوشيال ميديا، وهو أشرف مروان جاسوس ولا عميل؟ بطل ولا خاين؟ معانا ولا معاهم؟ موضوع شائك جدا ولكنه سهل جدا في نفس الوقت، ولولا الهبد اللي ملى السوشيال ميديا كان هيبقى الموضوع أسهل من كده بكتير. ولكن عشان نطلع شغل صح يرضي ربنا وينول إعجابكم، كان لازم نرجع لمصادر موثوقة ومحترمة، وعشان كده الحلقة دي بيتعاون في إعدادها قناة راديو الذكريات مع المجموعة 73 مؤرخين، وهنعرض الفيديو في القناتين في وقت واحد عشان نحاول نوصل الحقيقة لكل الناس. وفي التعليقات وفي وصف الفيديو هتلاقوا روابط فيديوهات واعترافات بتأكد كلامنا كله، وده لأننا مش عايزين نقول كلام مرسل وخلاص بدون مصادر موثوقة ولا بنجري ورا الترند، ولكن هدفنا الأول والأخير هو مصلحة بلدنا وبس. وعشان للأسف موضوع أشرف مروان اتهرس مليون مرة في السوشيال ميديا المصرية، وللأسف أغلب الكلام اللي اتقدم عنه كان كلام منقول من مصادر ممولة من الموساد الإسرائيلي، إحنا مصادرنا هتكون من ابن عم أشرف مروان وصديق عمره الدكتور حسام مروان والبروفيسور الإسرائيلي أهارون برجمان، واللي تواصلت معاهم المجموعة 73 بشكل مباشر وعرفت جوانب كتير جدا مش معروفة للمصريين، للأسف معروفة برا مصر لكن مش معروفة هنا، وده علشان أغلب الناس على السوشيال ميديا وللأسف واللي ممكن نسميهم الهبيدة مش بيدوروا على مصادر أو وثائق، إنما بيقولوا اللي بيوصل لهم وبس وبيرددوه زي البغبغان، حتى لو الكلام ده ممكن يضر بسمعة إنسان هو دلوقتي مش على قيد الحياة. إحنا بقى هنقول اللي عندنا كله، وإنتوا اللي هتحددوا في النهاية إذا كان الشخص ده بطل ولا خاين، ومش هنحط كلام في دماغكم زي ما هم عايزين، لا احنا هنخليك تفكر لوحدك وتوصل للنتيجة اللي في النهاية هتكتبها لنا في تعليق. وكفاية كده مقدمات ونبدأ على بركة الله. نبدأ كلامنا باننا نحط قدامكم وقائع مصمتة، يعني وقائع حصلت بالفعل وهنحللها ليكم بالحقائق برضو، حصلت وانتوا اللي هتحكموا بنفسكم على الكلام. اولا، مروان اتصل بالسفارة الاسرائيلية في لندن سنة 1969. بيت يخي العبودة هذو بأوروبا מצלצל אדם, שמעתי את השם, והשם מיד קפץ לי, אבל לא אמרתי, זה לא יכול להיות. ومروان أخذ مبالغ من الموساد خلال الفترة من 69 ل 73. Mossad paid him $1 million in the 70s, early 70s. It's a huge amount of money. وكمان مروان سلم الموساد خطة حرب أكتوبر الكاملة سنة 1972. Most important pieces of information which Ashraf Marwan gave Israel. He brought the order of battle of the Egyptian army. It means that Israel would know how Egypt was going to strike. ونستمر في ذكر اسم مروان ونقول انه بلغ الموساد بمشاكل مصرية سوفيتية سنة 72. وبرضه مروان سلم الموساد مسودة اجتماع مصري سوفيتي في روسيا عالي المستوى بحضور السادات. مسمخين ايو بروتوكولين اوتنتيم של שיחות עם הרוסים. ששמה משלחות בדרג הכי גבוה המצרי במוסקבה, יחד עם הדרג הכי גבוה הרוסי. שלהיות זבוף על הקיר שמתנהלים פגישות כאלה, זה חלום של כל איש מודיעין.
وأخيرا أشرف مروان اجتمع يوم 5 أكتوبر سنة 73 بتسيفي زمير مدير الموساد الإسرائيلي وبلغه إن الحرب هتبقى يوم 6 أكتوبر المغرب. أشرف مروان he said tomorrow the war would be at sunset. كل دي وقائع حصلت فعلا ومش كلام الموساد، وكل الوقائع دي موثقة، وبطريقة العرض اللي احنا عرضناها عليك دلوقتي زي ما باقي الناس عرضت اكيد هتقول بينك وبين نفسك ان ده جاسوس وخاين 100% ويستاهل الشنق كمان. طب تفتكر احنا نقدر نقول ايه قصاد الكلام ده؟ هنقول كتير بس اصبر شوية معانا عشان هنحلل كل نقطة فيهم وهنحكي لك القصة اللي كتبها اشرف مروان في مذكراته واللي كان بيراجع جزء منها البروفيسور الاسرائيلي اهارون برجمان، والمذكرات دي خلت البروفيسور اللي شغال في جامعة في بريطانيا يخرج عن صمته لانه اخر واحد كلم مروان في التليفون قبل قتله بواسطة الموساد. وما تستغربش من الجملة عشان ايوة الموساد قتل اشرف مروان وهتعرف دلوقتي ليه. انا عايزك بس تكون صبور معايا عشان الحلقة دسمة وفيها حقائق كتير اول مرة هتسمعها، وسواء صدقت او ما صدقتش فالمهم عندنا ان الصورة تكون عندك كاملة مش الصورة اللي هم عايزينك تشوفها وبس. شوف يا سيدي، أشرف مروان بدأ التعاون مع الموساد سنة 69 وكان بالنسبة ليهم هدية من السماء، وده طبعا لأنه صهر الرئيس جمال عبد الناصر، وعشان كده بعض الكتب أطلقت عليه لقب الصهر، ولكن اسم الكودي في الموساد كان هو العميل بابل. المهم إن الموساد لقى صهر عدوهم اللدود عبد الناصر بيسلم نفسه ليهم في لندن وبيعرض التعاون معاهم مقابل المال، ومش أي مال طبعا، لا ده طلب منهم وعلى حسب روايتهم هم مبالغ ضخمة من المال. وزي أي فرد بيعرض نفسه على الموساد تم إخضاع مروان لاختبارات كتيرة، منها اختبار كشف الكذب ومراقبة مستمرة جوه وبره مصر، وقعد في المراقبة دي فترة مش معروفة عشان الموساد ما صرحش أبدا بمدة المراقبة دي كانت قد إيه، بس خلينا معاهم للآخر وخلينا نقول إنها كانت فترة مش قصيرة أبدا. ووصلت ثقة الموساد ببابل أو أشرف مروان إنه كان بيتحرك بحرية كبيرة جدا في أوروبا وخصوصا لندن، وهو عارف إنه تحت حماية الموساد، وأغلب لقاءاته هناك كانت بتتم مع مدير الموساد نفسه تسيفي زمير، واللي تحولت بعد كده لصداقة شخصية ما بينهم، وده لأن اللي كان بيقدمه مروان لإسرائيل أكبر بكتير من خيالهم، واستخدموا مصطلح too good to be true يعني معلومات خرافية من الصعب تكون غير حلم لوصف حالة مروان. الخمر شكيبلنا أنا قدرتي أتو شو مجيء بام بألف سنة. وده يوصل لك قد إيه هم كانوا فرحانين بمعلوماته، خصوصا إن المعلومات ما كانتش بتعدي عليهم بالساهل، ولكن كان بيتم التحقق منها أول بأول بوسائل مختلفة، وفي كل مرة كانوا بيتأكدوا من صدق معلوماته. Was to go over the material he provided, and we couldn't find anything which gave us any doubt about his credibility. الوحيد في مجلس الحرب الإسرائيلي اللي كان شاكك في مروان هو إيلي زعيرة مدير المخابرات الحربية الإسرائيلي، وده لأن حجم المعلومات اللي كان بيقدمها مروان ودقتها كان مخيف جدا بالنسبة له، مخيف لدرجة خلت رئيس الأركان الإسرائيلي وقت الحرب ديفيد ألعازر يقول بعد ما انتهت حرب أكتوبر إن خطة الحرب المصرية كانت معانا من سنة 72، وإن اللي حصل في الحرب كان 95% من الخطة اللي كانت معاهم. The Egyptians are adamant they got the jump on you in 73 because Ashraf Mawan misled you. But it's just the opposite. They didn't surprise us. They gave us an early alert. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مروان كشف ادق اسرار الجيش المصري للموساد واللي كانوا مش مصدقين من الفرح ان المعلومات دي وصلت ليهم؟ طب هو اشرف مروان عمل كده ليه اصلا؟ القصة اللي كتبها مروان في مذكراته واللي اختفت بمجرد قتله كان سرب جزء منها الاهارون برجمان لما قاله في مكالمة تليفونية مسجلة في اكتوبر سنة 2007، وده كان رد على سؤال برجمان ليه لما سأله انت ازاي عملت كده؟ قال له مروان انا ما كنتش لوحدي واحنا كنا فريق كبير، وده نفس اللي قاله مروان لابن عمه وصديق عمره دكتور حسام مروان، واللي نقله للمجموعة 73 مؤرخين في لقاء خاص، واكد ان اشرف ما كانش لوحده وانه كان مجرد ترس في آلة. He was so upset that even I became very upset. And then he said there was no one spy. We were a group of 40 people whose task it was to feed the Israelis. There was no single double agent. There was Egypt.
وقال كمان دكتور حسام للمجموعة 73 إن اللي أشرف على تدريب مروان في رئاسة الجمهورية كان هو اللواء عبد السلام المحجوب والمعروف باسم الرئيس زكريا، ودي الشخصية اللي كلنا عرفناها بعد ما ظهرت في مسلسل جمعة الشوان. يعني باختصار مروان كان شغال مع فريق خاص تابع لرئاسة الجمهورية ومش تبع المخابرات المصرية، وإن اللي دربه كان الرئيس زكريا بنفسه. يعني بدأ كده يبقى واضح إن كلام أهارون برجمان، واللي بالمناسبة عمل فيلم اسمه الجاسوس الذي سقط من السماء وهتلاقوا رابط الفيلم في وصف الفيديو، مع كلام ابن عم أشرف مروان الاتنين بيكملوا بعض. ومن هنا ممكن نقول إننا بنتكلم عن أعظم عمليات الخداع المصرية على الإطلاق في كل التاريخ المصري المكتوب أو المرئي، إنك تنجح في زرع عميل كبير جوه الموساد بهدف إمدادهم بمعلومات حقيقية وتكسب ثقتهم وصداقة مدير الموساد نفسه عشان تبقى تخدعهم في الوقت المناسب، وكمان تحافظ على حياة عميلك 40 سنة بعد الخدعة، وتفضل الخدعة مستمرة وهم مش مصدقين نفسهم إنهم مخدوعين. يبقى لازم هنا نقوله بأعلى صوت، ده ايه العظمة دي؟ طب ايه اللي حصل بقى؟ الحقيقة ان اشرف مروان عمل كل ده ووصل لهم معلومات في الظاهر تبدو معلومات ذات اهمية قصوى، وفي الباطن مخدر عالي المفعول، وكسب ثقتهم وخدع اعتى رجال الموساد، والهدف كان واحد وبس، وهو الخداع عن النوايا المصرية. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطة أي جهاز مخابرات في العالم يقدر يعرف أي معلومة عن الدولة المعادية اللي ضده ما عدا حاجة واحدة بس، وهي إيه نوايا الدولة دي وإيه اللي بيدور في عقل الحاكم بتاعها، وهو ده بالظبط اللي عمله أشرف مروان. لما مات عبد الناصر كان طبيعي جدا إن مكانة مروان صهر الزعيم تروح مع وفاته، ولكن مروان كمل مع السادات وفضل مقرب جدا ليه، وكان مبعوث خاص للسادات وبيسافر كل دول العالم أكتر من أي فرد في الحكومة المصرية، وليه إيد واصلة لكل مفاصل الدولة، وكل ده حصل بدون أي مجهود من الموساد. واللي طبعا فرحوا بأن مروان مقرب من عقل وقلب رئيس الدولة المعادية الأولى لإسرائيل وهي مصر، وهنا بدأ شغل مروان مع الموساد يتوسع، وبدأت وثائق اجتماعات وخلافات السادات مع السوفييت توصل لإيد الموساد عن طريق مروان أول بأول. وكان مروان بيعمل حاجات غريبة جدا من وجهة نظرهم، يعني مثلا انت رايح تقابل مدير الموساد تقوم تروح لهم راكب عربية فخمة من عربيات السفارة المصرية، اقل حاجة يعني اي عسكري مرور في لندن عارف ارقام السفارات الاجنبية. ولما الموساد اتضايق وعنف مروان من ان ده اخلال بالامن الشخصي ليه وبيعرض نفسه لخطر انه يتكشف، ضحك مروان وقال لهم ما معناه يعني انتوا مش عارفين انتوا بتتعاملوا مع مين ولا ايه؟ للدرجة دي الثقة؟ وللدرجة دي هو قدر يضحك عليهم؟ Mawan was reckless. He would just do stupid things, take chances. He would phone the Israelis, the embassy, directly, ignoring the careful system whereby he should phone them indirectly using a third party, a lady in London. Of course, all the lines had been taped by other agencies, by the MI6. And he would arrive in meetings, driving the car of the Egyptian embassy in London. The fact that Mawar was so confident to do such things in the open perhaps points to the fact that he knew that it's okay. He was a double agent and the Egyptians would accept it. والحقيقة بقى ان مروان كان متدرب في مصر على انه يغلط الغلطات دي ويظهر لهم انه عبد للمال وكل هدفه هو الفلوس وبس، وده اقنعهم جدا لان الطبيعي ان دوافع الجاسوس بتكون يا اما الفلوس او الستات واحيانا الاتنين. ولكن الموساد زيه زي المجتمع الإسرائيلي كان سكران بالغرور من بعد 67، فكان طبيعي إن الموساد يتعامل مع مروان على إنه استمرار لنجاحهم الكبير بعد 67، وغفروا له غلطاته المقصودة والمدروسة بعناية، وصدقوا فعلا إنه عبد للفلوس وبس، وفعلا صرفوا عليه كتير قوي وقتها. وكمان تأكيد المعلومات بتاعته من مصادرهم المختلفة خلاه بالنسبة ليهم فرخة بتبيض لهم ذهب يوميا. ونوصل بقى لضربات مروان المتكررة ليهم وازاي خلاهم يشربوا السم بالتدريج. الخطة المصرية اللي اتسربت لهم كانت حقيقية ومش مزورة او مدسوسة، وكانت عادية جدا، وده لانهم ببساطة عارفين اوضاع قواتنا وارقام الفرق وكل شيء عن الجيش المصري اللي بيفصلوا عنهم 200 متر بس هو عرض القناة، وده غير ان عندهم طيارات استطلاع واقمار صناعية امريكية، فبالتالي كل حاجة عن الجيش المصري عندهم بالفعل. وفكرة الهجوم من السبات هي تكتيك سوفيتي معروف، ومن الطبيعي ان مصر لما تفكر تعبر القناة كل فرقة هتعبر من مكانها، فما كانش اللي تم تسريبه في اي خطر على خطط مصر في العبور.
الخطر الحقيقي كان هو التوقيت واليوم والساعة، وهل مصر هتحارب فعلا ولا مش هتحارب. وهنا يجي دور تسريب محاضر الاجتماعات ما بين السادات والقادة السوفيت، واللي تعصب فيها السادات وقال للسوفيت انتوا حاطيني ورا اسرائيل بعشر خطوات، وطلب مقاتلات ميج 23 وقاذفات متطورة، وكان الكلام وقتها عن القاذفة TU-22 واللي اختبرها الطيارين المصريين ورفضوها في أوائل سنة 73. ولكن اللي وصل لإسرائيل إن مصر مش هتحارب إلا لما تحصل على مقاتلات الميج 23 والقاذفات TU-22. The underlying message of all the information given by Mawad was that Egypt will not attack before she got certain weapons. But the Israelis didn't know. Was over Sadat decided to go to war against them even without the weapons. وكانوا عارفين ان مصر جابت سرب مقاتلات ميراج 5 في صفقة ليبية مع فرنسا. ومذكرات مدير المخابرات الحربية إليزا عيرة في سطورها كشفت عظمة خطة الخداع المصرية، عشان الراجل اعترف بنفسه انهم كانوا منتظرين حصول مصر على القاذفات والمقاتلات اللي السادات اتخانق عليهم مع السوفييت سنة 71. افتح عود برق بالسيخة הזאת שהופכת בעצם למסמך. אשרף מרואן, דוקטור אשרף מרואן, אתה חושב שהוא סוכן כפול, אבל כל מי שבדק את העניין אומר לא דובים ולא יער, הוא לא סוכן כפול, הוא היה סוכן שלנו. בקשר למרואן, הוא נתן חומר מצוין, ועד אשר הגיע זמן המלחמה, ואז הוא דפק אותנו לגמרי. ولما وصلت الميراج فضلوا منتظرين تحقيق بقية البنود اللي سربها ليهم مروان عشان يبدأوا يستعدوا للحرب. شفتوا بقى ان تسريب المعلومة شيء وتفسيرها شيء تاني خالص؟ نقطة تانية مهمة جدا، وهي ان نظرية الدفاع الاسرائيلية عن خط بارليف كانت قايمة على بعض المبادئ، منها ان المصريين يقدروا يعبروا كمشاة ودول امرهم سهل، ولكن عبور الدبابات هيحتاج على الاقل اليومين عشان يعملوا الكباري وتعبر الدبابات، وساعتها طبعا الطيران والمدفعية والدبابات الاسرائيلية هتدمرهم. والنقطة دي بالذات مروان ساهم في خداع اسرائيل فيها، وهقول لكم ازاي. سنة 72 وبعد نجاح تجارب فكرة المهندس المصري العبقري باقي زكي يوسف رحمة الله عليه، اقتنع الجيش المصري ان خراطيم المية وتجريف الساتر الترابي هي انسب فكرة لعمل فتحات في الساتر لعبور الدبابات، بس طلمبات المية اللي عندنا سوفيتية الصنع ومش قوية كفاية لتحقيق التوقيت المطلوب. فطلبت المخابرات المصرية من مروان طلمبات مية انجليزية والمانية قوية جدا تحت غطاء انها لوزارة الري المصرية، وحددوا نوعها وقوتها، وعرف مروان كل شيء عن الطلمبات المطلوبة، وقدر فعلا يشتريها للحكومة المصرية بتمويل من ليبيا لخدمة المجهود الحربي المصري. وطبقا للمذكور في كتاب المهدال او التقصير باللغة العبرية، فإن أكتر حاجة أزعجت القيادة العسكرية الإسرائيلية بعد بدء حرب أكتوبر كانت هي نجاح مصر في عبور أول دبابة بعد 6 ساعات بس من بداية الحرب. متخيل يعني إيه 6 ساعات بدل 48 ساعة؟ يعني نظرية الدفاع الإسرائيلية اتضربت في الصميم، ومين اللي ضربها؟ أشرف مروان بنفسه. במלחמת ששת הימים נמסרו ההודעות למשפחות לאחר המלחמה. בתום המלחמה ויכולנו אז גם להתייחד עם הנעדרים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד על החללים. אנחנו צריכים עכשיו להמשיך ולחום ونيجي بقى لآخر نقطة حاول أعداء مصر استخدامها عشان يشوهوا نصر أكتوبر ويشوهوا مروان شخصيا، وهي إن آخر لقاء بين مروان وزمير مدير الموساد قبل الحرب كان يوم 5 أكتوبر، وفي بلغ مروان إن الحرب بكرة. طب هو ليه عمل كده؟ وليه ما اكتفاش ان يقول كلمة السر المتفق عليها مع الموساد في التليفون في حالة قرار المصريين بالحرب، واللي بالمناسبة كانت الكلمة هي أشلاجان ومعناها البوتاسيوم باللغة العبرية، عشان ببساطة يماطل ويعطل البلاغ أطول فترة ممكنة، وطلب مقابلة زمير مخصوص عشان ياخد مكافئته.
وقابله فعلا في لندن بالليل وبلغه بأن المعلومات اللي وصلت لإسرائيل من الملك حسين بأن الحرب بكرة معلومات صحيحة وأن الحرب هتكون مع غروب الشمس يوم 6 أكتوبر. وهنا طبعا لازم نذكر دور الملك حسين ملك الأردن في حرب أكتوبر، وده لما سافر لإسرائيل بعد ما قابل المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية المصري يوم 1 أكتوبر سنة 73. وقتها بلغوا المشير إن الحرب يوم 6 أكتوبر ومحددلوش الساعة. وقبل ما يمشي المشير من الأردن كان الملك حسين وباعترافه هو شخصيا وباعتراف ديان وزعيرة بعد كده وصل لإسرائيل وقابل جولدا مائير وديان في لقاء كان بيتصنت عليه الموساد، وبلغهم بمعاد الحرب وقال لهم إن الأردن بره أي تحالف مع مصر وسوريا. ومصر عرفت بالزيارة دي وكان لازم السادات الثعلب يتحرك بسرعة. وما تسألش ازاي مصر عرفت بزيارة سرية على اعلى مستوى زي دي ما بين الملك حسين وجولدا مائير، بس هسيبك انت لوحدك تستنتج قد ايه احنا كنا وما زلنا مخترقين الموساد واسرائيل كلها. المهم ان السادات بلغ مروان اللي كان وقتها في ليبيا بانه يوصل للموساد معاد الحرب وانها المغرب، وفعلا يسافر مروان وطلب معاد عاجل مع مدير الموساد بدل ما يقابل الضابط دوبي المسؤول عن مكتب لندن او حتى يتصل بيه بالتليفون ويقوله على كلمة السر المتفق عليها وخلاص. فيماطل شوية لحد ما قعد مع مدير الموساد ليلة 5 اكتوبر وقت ما كانش فيه اي قيمة للمعلومة وقال له الحرب بكرة المغرب، وبكده يكون قدر يعطل رد الفعل الاسرائيلي 4 ساعات كانت هي اغلى 4 ساعات في تاريخ الحرب. وده علشان لما الخبر وصل للقيادة العسكرية الجنوبية الإسرائيلية قائد المنطقة الجنرال جونين قال مش هحرك قواتي إلا الساعة 4 العصر، وده علشان المصريين ما ياخدوش بالهم لمواقع قواتنا الجديدة ويعدلوا ضرب المدفعية على المواقع الجديدة. والكلام ده كله قاله جونين في التحقيقات اللي حصلت في إسرائيل بعد الحرب. وفجأة قامت الحرب الساعة 2 الظهر قبل 4 ساعات من الميعاد اللي قال لهم عليه مروان، واللي كان راح عشان يأكد معلومة الملك حسين وعمل سحاب الدخان بمنتهى الذكاء حوالين خطة الخداع المصرية. واللي حصل طبعا من الساعة 2 الظهر يوم 6 أكتوبر أظن كلنا عارفينه. يعني إذن إذا كان على سلة أو على اتصال بإسرائيل فده كان بتعليمات من مصر، يعني ده شيء ما يتسألش لأنه شيء باين زي يعني حتى واضح، يعني أنا مش هدافع عن حاجة مش مستاهلة الدفاع ولا حاجة، لأن أنا ده شيء أنا واثقة منه 100% مش 100% يعني. كل واحد جاهد بغرضه. انا عارف اني طولت عليكم بس انا كده خلصت كلامي، وهختمه بسؤال واحد لاي حد بيسمعني دلوقتي، يا ترى لسه مقتنع ان مروان جاسوس ولا شايف انه بطل؟ القرار ليك في كل الحالات، واحنا كان دورنا بس نحط كل الحقائق والصورة كاملة قدامك بعيد عن اي تزييف او تهويل. شكرا على حسن استماعكم، وكان معاكم احمد شوقي.